يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. تغطية خاصة مهمة جدا جدا للمؤتمر الصحفي الخاص بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للكشف عن كل الحقائق والملابسات التي تعلقت بما قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والوداد، وأيضا كواليس أخرى جديدة ومفاجآت من خلال هذه المراسلات والتواصل الدائم اللي كان متواجد ما بين النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي، وأيضا ملابسات بتتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم. بالتالي مؤتمر غاية في الأهمية، كل جماهير النادي الأهلي كانوا منتظرينه بشكل كبير وفي ترقب كبير جدا جدا من جماهير الكرة المصرية كمان بشكل عام. طيب المؤتمر هيبتدي الساعة كام؟ هيبتدي بالظبط في تمام الساعة 12 ظهرا بعد 30 دقيقة من دلوقتي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. هيتكلم فيه كابتن محمود الخطيب عن كل التفاصيل، كل التفاصيل، أي حاجة حصلت وأي حاجة كانت تعرض ليها النادي الأهلي من مضايقات، من عدم حيادية كان واضح جدا جدا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. خليني أقول لحضراتكم كمان إن من المتوقع، من المتوقع، أنا مش عايز يعني إيه أحرق اللي ممكن يحصل النهارده في المؤتمر الصحفي، لكن من المتوقع إن يكون في بعض المقترحات من الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي الأهلي بخصوص مستقبل الكرة الأفريقية والمسابقات الأفريقية المختلفة، عشان تبقى الأمور أفضل وعشان يبقى في تكافؤ فرص لكل المتنافسين، عكس ما اللي احنا شفناه في الفترة اللي فاتت وبالتحديد في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وطبعا عدم الحياد الواضح والتحيز من الاتحاد الأفريقي. واحنا بنقول تحيز مش مجرد كلمة، لكن كل الدلائل وكل القرارات اللي تم اتخاذها من قبل الاتحاد الأفريقي ما قبل هذه المباراة بشكل متأخر يدل على كده. أكيد أن أنت لما تيجي تختار ملعب لفرقة خلاص تأهلت للمباراة النهائية قبل مباراة الإياب، بالنسبة لها هي فرقة الوداد لما حسمت التأهل من خلال بترو أتلتيكو، فازت هناك على ملعب بترو أتلتيكو 3-1، تيجي أنت كاتحاد أفريقي تحدد أن المباراة هتكون في المغرب، وبعد كده تقول أصل كان في تصويت، وبعد كده تقول لا ده ما كانش في تصويت، دي السنغال هي اللي انسحبت، فكلام كله متضارب وعكس بعض. وده إن ده اللي يدل على إيه؟ يدل على توجه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاه نادي بعينه وتحيز واضح بشكل كبير. هل ده كلام بيتقال وخلاص او كلام لمجرد المسكنات؟ جمهور الاهلي مش محتاج اي مسكنات، جمهور الاهلي كده كده الاهلي لما لعب المباراه ما كناش حلوين في يومها في الملعب، دي حقيقه ككوره، لكن في تفاصيل كتيره جدا وعوامل كتيره جدا، تاني في تفاصيل وعوامل ساعدت الوداد بشكل او باخر في تسهيل المأموريه. لان الناس بتحاول تقطع برضو الكلام في بعض الاحيان كده ويعملوا يعني حاجات غريبه، لكن في كل الاحوال لا، في تفاصيل وعوامل مهمه ساعدت الوداد بشكل او باخر. عن طريق ايه؟ عن طريق الاتحاد المغربي لكره القدم اللي ساند الوداد بشكل قوي وكان ليه دور واضح، ومن خلال نفوذ الاتحاد المغربي داخل الاتحاد الافريقي، فتهيئت كل العوامل للاعب الوداد وللجهاز الفني في هذه المباراه عشان ياخدوا البطوله حصلت. تبقى جهد فريق الوداد في الملعب. هل فريق الوداد أثر في الملعب؟ بصراحة لا، الناس عملوا مباراة كبيرة وقدروا ان هم يفوزوا على النادي الأهلي اللي ما كانش في يومه في الماتش ده وما كانش موفق على الإطلاق. ده جزء من أجزاء الانتصار للوداد، فده أمر مؤكد. عشان الناس ممكن تقول لك ايه أصل الأهلي بيتحجج، أصل الأهلي عنده مشكلة ان هو عايز يطلع مبررات وخلاص. لا، احنا مش بنطلع مبررات، دي وقائع وأحداث حقيقية تعرض ليها النادي الأهلي. هل من مطلوب من النادي الأهلي أنه هو يسكت عن كل اللي حصل ده؟ لا طبعا، الأهلي دايما هيفضل يدافع عن حقه، هياخد كل الإجراءات القانونية وكل المراسلات الطبيعية اللي لازم يقوم بيها عشان يدافع عن حقه. دي حاجة ما تعبش أبدا أبدا النادي الأهلي. أنا مش عارف ليه ممكن يكون البعض مستغرب من خطوة زي دي. اللي بيعجبني دايما والشيء الإيجابي من مجلس إدارة النادي الأهلي بيتمثل في الكابتن محمود الخطيب، انه بيتعامل بمنتهى الشفافيه مع جمهور النادي الاهلي بكل خطوه. لازم طبيعي جدا انا كمؤسسه كبيره زي مؤسسه النادي الاهلي اطلع اعلن يا جماعه انا عملت الخطوه الفلانيه، يا جماعه انا بتعرض لظلم في جزئيه معينه، وفي الاخر هيبقى في مؤتمر صحفي بعد قليل عشان يوضح كل هذه الملابسات من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. طيب خلينا اروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع زملائي الاعزاء كريم احمد ومريم سميح مراسلي قناه الاهلي هناك في النادي عشان يقولوا لنا اخر الترتيبات استعدادا لانطلاق
المؤتمر. يا كريم يا مريم صباح الخير. صباح الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا، وايضا كمان برحب بيك يا مريم وبنرحب بكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. بناكد طبعا على يوم مهم جدا النهارده يا امير، زي ما انت عارف وزي ما انت عارفه مريم، وجه الكابتن محمود الخطيب الحقيقه الذي الدعوه قبل السفر الى المغرب والمباراه النهائيه اللي عليها احداث كثيره جدا. الكل منتظر النهارده يسمع الكابتن محمود الخطيب في مؤتمر بيتوافد عليه العديد من الوسائل الاعلاميه. الكل منتظر النهارده يا مريم بشكل كبير جدا على هذا المؤتمر المميز. شايف المؤتمر النهارده ازاي؟ وكلميني يا مريم بشكل عام. برحب بيك طبعا يا كريم في البدايه، برحب بيك يا امير، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا باكد على كلام اللي قاله زميلي كريم، يمكن طبعا يوم هام جدا، ولو هنتكلم انه تم يعني الاعلان عنه منذ فتره ليست بالقليله، ده طبعا علشان يتم توضيح الامور الخاصه بازمه نهائي افريقيا اكيد اللي تم يعني لعبه على ارض غير محايده، لم يكن هناك لعب نظيف، لم يكن هناك تكافؤ فرص، ده طبعا اللي هنتكلم عنه النهارده او اللي طبعا مجلس الاداره هيتكلم عنه النهارده تحت قياده كابتن محمود الخطيب. طبعا النهارده علشان تم دعوه عدد كبير جدا من الوسائل الاعلاميه سواء المحليه او العالميه يا كريم، يمكن كان فيه هناك استحداث على المؤتمر الصحفي ان هو يكون مذاع بثلاث لغات، طبعا اكيد من ضمنهم العربيه واكيد انجلش وفرنش، ده طبعا علشان هناك اهتمام كبير جدا. يمكن كمان يا كريم لو عايز اتكلم ان المؤتمر كل الناس عماله بتتكلم عنه بقى لها ايام النهارده، حتى وانا جايه في طريق كل الوسائل الاعلاميه سواء المرئيه او المسموعه كله عمال بيتكلم، عنده فضول كبير جدا يعرف او توضيح الامور، اكيد هيبقى هام جدا، وده النادي الاهلي هيعمله النهارده اكيد في هذا المؤتمر. بالتاكيد يا مريم طبعا، ويمكن بضم صوتي لصوت مريم النهارده. طبعا انت عارف زميلي امير الاهتمام الكبير جدا للنادي الاهلي ظلم بشكل كبير جدا، الفير بلاي وتكافؤ الفرص، يعني لاول مره من سنين ما نشوفش هذا الامر، رغم المباراه ورغم الازمه لكن النادي الاهلي كان عنده اصرار كبير جدا ان هو هيعقد هذا المؤتمر بعيدا عن النتيجه سواء المكسب او الخساره، وده امر مهم صحيح. جدا وده اللي احنا عارفينه على النادي الاهلي. عشان كده النهارده الكل منتظر النهارده يسمع الكابتن محمود الخطيب، يشوف الاحداث، كل الاطراف النهارده هتكون متاحه للجميع يا مريم، كل الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، كل القرارات اللي تم اتخاذها من الاتحاد الافريقي وغيره هتكون النهارده متاحه في مؤتمر مهم جدا. يعني بندعي اكيد كل جمهورنا العظيم اللي قاعد قدام الشاشات وقاعد قدام شاشه قناه النادي الاهلي عشان يتابع هذا المؤتمر، يا رب ان شاء الله باذن الله نستمع باستفاضه كبيره جدا للكابتن محمود الخطيب اللي هيشرح بشكل كبير جدا كل الامور عشان الناس تبقى فاهمه وتبقى واعيه الجهد الكبير اللي بذل من مجلس اداره النادي الاهلي. ده امر مهم جدا لان ده الامر اللي بيرجع للجمهور، الجمهور عايز يعرف وعايز يعرف المجلس عمل ايه وايه الضغوطات الكبيره جدا اللي حصلت. فيا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم طيب جدا ونسمع كلنا الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله اكيد. ولو عن الاجواء هنا بداخل مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا يا امير، عايزين ننقلها ليك وننقلها لكل المشاهدين، اكيد طبعا بدا بالتوافد يمكن خلاص اقل من 15 دقيقه بتفصلنا عن بدايه المؤتمر الصحفي، وده طبعا اللي يمكن خلى فيه وفود كبيره جدا سواء من وسائل اعلام سواء صحافه سواء اعلام، كل الكاميرات طبعا اللي تم دعوتهم من فتره ليست بالقليله زي ما احنا قلنا في بدايه اكيد الحلقه، زي ما احنا يعني شايفين يا امير طبعا يا كريم شايفين كلنا بدايه التوافد. الحقيقه ان خلاص كل الوسائل الاعلاميه بدات في الوصول بالفعل، وخلاص يعني يمكن دقائق قليله جدا بتفصلنا عن بدايه هذا المؤتمر، ويمكن خلاص كمان يعني الاداره التنفيذيه قامت بمجهود كبير جدا منذ الصباح الباكر بيتم التحضير لاستقبال كل وسائل الاعلام. طيب كريم ومريم عايز اسالكم بس عن ابرز الحضور في هذا المؤتمر، مين ابرز الشخصيات اللي هتحضر المؤتمر سواء من مجلس اداره النادي الاهلي، شركه الاهلي لكره القدم، اعضاء لجنه التخطيط، مين هيكون متواجد؟ يعني بخلاف طبعا هنلاقي اكيد عدد كبير جدا من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المصريه والعالميه بكل تاكيد. يعني لو بنتكلم طبعا على الحضور تم اعلانه، طبعا انت عارف امير مجلس اداره بالكامل النهارده يكون متواجد في قاعه اباظه طبعا بقرار النادي الاهلي بالجزيره، منتظرين كمان التوافد، اكيد ممكن نشوف لجنه الكره، اكيد ممكن نشوف كمان شخصيات كبيره جدا في الرياضه وايضا كمان نجوم للنادي الاهلي، لان ده حدث كبير جدا. لكن اللي بناكد عليه طبعا في البدايه هو مجلس اداره النادي الاهلي مريم يكون متواجد بالكامل، وفي انتظار امير انت عارف اللحظات القادمه بيكون في بعض الشخصيات بتتوافد على مقر النادي الاهلي بالجزيره، فان شاء الله باذن الله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي نتابع ونشوف كل الحضور ونتابع كمان من خلالك يا امير المؤتمر الصحفي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر طبعا مريم سميح كانوا معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره قالوا لنا كل التفاصيل التي تسبق مؤتمر اليوم للكابتن محمود الخطيب، هذا المؤتمر الهام واللي اكيد هيكون في كواليس كثيره جدا 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 هنتابعها مع حضراتكم لحظه بلحظه من خلال هذه التغطيه الخاصه على شاشه قناه النادي الاهلي. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، هيكون معايا اثنين من القامات الاعلاميه والصحفيه الكبيرة الأستاذ جمال الزهيري وأيضا الأستاذ محمود صبري، استنوني بعد فاصل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نرحب باثنين من القامات الاعلاميه الكبيره، استاذ جمال الزهيري. يا استاذ جمال منورنا ومشرفنا. اهلا بيك كابتن امير، اخبار حضرتك ايه؟ انت منور الدنيا. كله تمام؟ الله يخليك. صباح الفل. صباح النور. استاذ محمود صبري طبعا مشرفنا ومنورنا كالعاده يعني. يعني منور الدنيا. اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك دايما ويوفقك. الدنيا كويسه ان شاء الله. يوم مهم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي يا استاذ جمال، يوم مرتقب الكل منتظر يعني تصريحات الكابتن محمود الخطيب النهارده من خلال المؤتمر الصحفي. تمام. عايز اكلمك في الاول عن اهميه هذا المؤتمر، لان كتير ناس بتشكك في اهميه او مدى اهميه مؤتمر الكابتن محمود الخطيب النهارده. شوف، هو في اولا اللي عاوز يشكك من البدايه واخد موقف التشكيك. يعني في ناس من اول ما النادي الاهلي تعرض لهذه المشكله ويتعرض لهذا الظلم بيشككوا في ايه؟ في ان النادي الاهلي اصلا اتظلم. فعايز اقول ايه يا امير؟ ان المشككين مش هتقدر عليهم. تمام. هم على طول واخدين الجانب المضاد للنادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي من البدايه اتخذ موقف كان ممكن جدا ينسحب مثلا، وناس كتيره كانت بتحاول توحي لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أنه الانسحاب هو الحل. تمام؟ المشكلة بقى أو الشيء الكويس اللي حصل أنه مجلس إدارة الأهلي تعامل مع الأمر بشيء من الواقعية والهدوء. وده مهم قوي طبعا. لأنه الانفعال قد يؤدي بيك إلى صدام أو شيء يخسرك مش يكسبك. ولذلك كان النادي الأهلي مجلس إدارته ناقش الأمر بموضوعية واتخذ إجراءات، ويعني بينما كان بيستعد للمباراة رغم أنه مقتنع أنه في ظلم واقع عليه، كان في نفس التوقيت ده واخد إجراءاته برضه. بعض الناس يقولك طب أنتوا بتعمل ليه كده وانت هتلعب؟ الاتنين لا يتعارضوا كويس. ومن البدايه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره قالوا ان احنا سنعقد في نهايه بعد انتهاء المسرحيه الهزليه دي لازم هنعمل مؤتمر صحفي. يعني اقصد ما كانش هذا المؤتمر بناء على النتيجه وليد اللحظه او بناء على النتيجه او بناء على النتيجه، سواء كسبت او ما كسبتش خلاص انت لازم هتوضح ايه الاجراءات اللي انت اتخذتها. طبعا أهمية هذا المؤتمر أنه بيضع النقاط على الحروف في أمور كتيرة جدا، وبيثبت ويؤكد أن النادي الأهلي من البداية ما كانش معترض عشان خايف من الماتش، هو معترض على إجراءات وظلم تعرض ليه للأسف الشديد قبل أن يتعرض ليه من الاتحاد الأفريقي، تعرض ليه من الاتحاد المصري. وهذا هو دي كارثة تانية. وهذا هو ابشع انواع الظلم بالامانه، يعني اللي يكون من الداخل، لان الخطابيات ضائع ده بفعل فاعل عمدا. هو مش ضائع يا استاذ جمال، استنى، ده دائرته ضائع. المشكله انه تم حذف منه بعض البنود ابرزها او بندين من في سبعه في البدايه يا امير. كان الخطاب ده بينكروا ان في خطاب اصلا، ثم كان في ايوه البداية. ثم بعد كده انتقلوا في اتحاد الكورة من مرحلة الإنكار إلى مرحلة الاعتراف. وللأسف الشديد أن هذا الاعتراف طلع يدين اتحاد الكورة أكتر. ليه؟ لأنه يقولك إحنا لقينا الجواب أهو، بس الجواب ده في سبع بطولات اتحاد الكورة خاطب وزارة الشباب عشانهم، ثم نلاقيهم خمسة. فبرضو شيء غريب جداً. وانا لغايه النهارده انا اللي بيهمني انا شخصيا اهم حاجه في هذا الموضوع هو ان النادي الاهلي ياخد حقه من اتحاد الكره المصري. ليه؟ لان ياخد حقه. ايوه. المفروض اتحاد الكره هو اللي هو الغطاء او هو ظهرك. يعني ما ينفعش انت تطعن من الخلف بهذا الشكل. مش قصه بقى مباراه اذا كان ولا مباراه ولا بطوله. احنا بنقول مثلا الاتحاد الافريقي مش محايد، طب دور الاتحاد المصري كان فين طالما جاله خطاب يا استاذ محمود برضو؟ لان الجزئيه دي غايه في الاهميه في الحقيقه. تفسيرك ايه لاخفاء بعض البنود دي او بعض المناسبات ابرزها اهم مناسبه ده نهائي؟ ما كانش محايد برضو برضو صح. ما كانش محايد بدليل
وكانت موقف فوزي لقدي على رئيس الاتحاد المغربي كان موقف اكثر من رائع ونموذجي. وبص على تصريحاته، احنا مهمتنا ان الوداد لازم ياخد بطوله. بالظبط صح، احنا مهمتنا ان احنا نوفر كل الامكانيات ونسهل كل الاجواء ونعمل كل حاجه عشان الوداد يبقى بطل افريقيا مع نهضه بركان ونلعب السوبر الافريقي في المغرب. بالظبط، خلاص ده فرق، ده فرق، وفرق بين ناس انانيه وعندها في نفسها شيء من ناحيه النادي الاهلي، فانا احط له كل العراقيل. هو ليه ياخد توفيق؟ هو النادي الاهلي ده يعني عاوز اقول ان هو المؤسسه الوحيده اللي ناجحه يعني. يعني هو اللي صح في البلد. لا لازم الاهلي يخسر، ايه ما يخسر يا عم بطوله يعني. مش مشكله، مش لازم ياخد الثالثه ورا بعض يعني ويبقى رقم 11. احنا نحط له عراقيل. طب يا سيدي ده النادي الاهلي ده 70% من المنتخبات يعني تكوينها من الخطاب هو على الشاشه قدامنا، ده اللي تم ارساله بعد تعديله من الاتحاد المصري. وكمان ارساله فين؟ ده ارساله في ابريل بعد ما الدنيا خلصت، وانت عندك في فبراير كان اخر حاجه قال له 28 فبراير اخر كلام، لو ما بعدتش خلاص انت هتضحك على بعض. لا بامانه شديده اتحاد الكوره من اوله لاخره كده محتاج حساب. ستوب، احنا مين اللي مين سبب المشاكل احنا فيها؟ اتحاد الكوره. طب هاتها من الاول كده لما يطلع المهندس حسين لبيب ويقول لك اتفقت مع اتحاد الكوره ان احنا نحط للاهلي عراقيل عشان نخسروا الدوري وتعدي كده، وكانه الموضوع من يعني ده ما ده موضوع اتفقت مع اتحاد الكوره ان احنا نخفي الخطاب اللي جاي من الفيفا على فترتين القيد عشان مش عارف فين. ولا لا، وانا اشوف التعبيرات السهله والجميله وكانه الامر اصبح عادي يعني. عارف انت ايه؟ عارف انت لما الدنيا عادي خلاص ده بقى طبيعي، ده عارف طبيعي. الحرام لما انت تحاول تخليه حلال. ماشي خلاص. فاللي انا عاوز اقوله لك انه بامانه شديده اذا لم يكن هناك قرار وعقاب للمدير التنفيذي الذي تجرا بامانه شديده ولم يراعي ضميره ولم يراعي مصلحه البلد بانه يطلع يقول تصريحات يقول لك اصل المفروض النادي الاهلي كان هو المفروض يتغير. هل حضرتك ارسلت الى النادي الاهلي خطاب رسمي بتقول له انا جاني من الكاف خطاب ممكن عاوزين تنظموا دوري ابطال افريقيا ولا لا؟ هل انت قمت بدورك؟ انت لم تكن بدورك يا سيدي. طيب انت ملأك حقدك الداخلي وكراهيتك للاهلي بانك انت الخطاب جالك على الايميل، كان ممكن تعمل فورورد وتبعته للنادي وتريح نفسك. سيب الحريه للنادي بقى يقول لك. على فكره ده الطبيعي، ده الطبيعي جدا انك انت توجهه. لكن لما توصل الامور الى هذه الدرجه وانه يتم يعني حرمان بطل افريقيا وبطل مصر وده كله ده بيصب لمصلحه مين؟ لما يبقى الناس دي عند فايزه ببطوله وجات لها فرصه معنوياتها تصب لمين يا فندم؟ ما انت شايف النتيجه. وصلنا الى حالنا في اثيوبيا مع كامل احترامنا للمنتخب الاثيوبي انه اثيوبيا علمتنا الكوره بسبب تصرفاتكم، وانه قاعدين انتوا على كراسي ده ما بتقدموا شيء، ولا كل واحد بيحاول يسهل يعني عايز اقول لك ايه؟ يعني اذا ما تخلصناش من الالوان بامانه شديده لن ينصلح حال الرياضه في مصر. يا جماعه اطلع اي حد يثبت على المفروض يبقى فيه حياديه، لان انت هدفك ايه؟ مين اللي جابك في المكان ده؟ جابك المكان ده اختارك عشان يبقى عندك ضمير تدير. وسيب الملعب هو الفيصل يعني، خلي الملعب والمستطيل سواء في الصالات سواء في كره القدم، خلي الملعب هو الفيصل والاستحق فوق. هو ده اللي بيبقى ما تتدخلش انت بصوره او غير مباشره. كمان المشكله يا استاذ محمود هستاذنكم بس في فاصل سريع. بعد الفاصل هنرجع يعني نسترسل بشكل اكبر في كواليس ما قبل مؤتمر كابتن محمود الخطيب النهارده، وبعد الكواليس الاخرى اللي حدثت تجاه النادي الاهلي عن عمد من قبل الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري كمان لكره القدم. بعد الفاصل استنوا، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، مستمرين في هذه التغطيه الخاصه للمؤتمر كابتن محمود الخطيب اللي هيبتدي بعد دقائق من دلوقتي. استاذ جمال، كنا بنتكلم على ملابسات حدثت من الاتحاد المصري تجاه النادي الاهلي فيما يتعلق بالخطابات وتحريفها، تحريفها ان صح التعبير يعني بالظبط يعني قبل ارسالها لوزاره الشباب والرياضه. بتفسر ده بايه من وجهه نظرك؟ ده الجواب اللي جاي ده المفروض يتعمل فورورد للوزارة مباشرة بكل ما فيه للوزارة بس ولا الأهلي كمان؟ الوزارة رقم واحد. أقول ليه؟ الأهلي لن يرفض إن البطولة تقام في مصر، لن يرفض إن المباراة النهائية تقام في مصر. هل يعقل؟ هل في حد عنده عقل ورشد يتخيل النادي الأهلي يرفض؟ بالعكس. لا طبعا، الخطاب بين مين ومين يا أمير؟ الخطاب الاتحاد الأفريقي لا يخاطب أندية، ماشي زي الاتحاد الدولي لا يخاطب الأندية، يخاطب الاتحاد.
ماشي. فوضع طبيعي انه يفترض في كل الاتحادات ان هي بتعمل لمصلحه انديتها او لمصلحه الكره في بلدها، صح ولا انا بتكلم؟ صح طبعا طبعا، اصل ده دورها. يمكن انا هندي مثلا مش فاهم. لا هو ده دور الاتحادات الاهليه طبعا او اي حاجه. لا انا بتكلم بمنطق اللي هو العقلاني اللي هو الف به، يعني انه هذا الجواب لما يجي كده اشمعنى الفقره الاولى اللي هي كاف شامبيون ليج 2022 فاينل 27-28 مايو 2022. حلو. اشمعنى ده؟ بس احنا مش عايزين نظلم برضو اتحاد الكره والنبي والله. طب يا استاذ جمال هقول لك ليه، لان هم مش شالوا ده بس بصراحه، هم الناس شالوا كمان بتاع الكره النسائيه ده برضو، مش عايزين نظلمهم يا استاذ محمود يعني. شالوا الكره النسائيه ايه؟ كاس الامم الافريقيه للسيدات موجوده. ما هم شالوها بقى من خطاب اللي راح للوزاره. لا موجوده هي موجوده. انهي واحده اللي شالوها؟ هم كانوا سبع بنود اهو. لا هي في واحده ثانيه اتشالت. ايوه اللي هي كاف وومنز شامبيونز ليج. أيوة. اللي هي بطوله الانديه الأفريقية. ايوه انا قصدي على دي. لا في واحده تانية كاس الامم الافريقيه للسيدات دي موجوده اللي هي نمره سبعه بقت خمسه. هم شالوا حاجتين، كاس اللي هو اللي هي دوري ابطال الاهم، دوري ابطال افريقيا للرجال ودوري ابطال افريقيا للسيدات. اشمعنى دول؟ ما تفهمش. ما هو ده اللي انا بقوله. هم دول الاثنين. فهي القصه كلها هنا ما هياش قصة انه النادي الاهلي هيوافق او لا. النادي الاهلي طبيعي بطبيعة الحال انت لما تيجي تعرض على بطل مصر ان احنا هنجيب لك البطولة هنا، المباراة النهائية هنا، هل ده محتاج هيقول لك لا ما تجيبهاش؟ وبعدين بقى التواريخ مهمة جدا يا امير. هنا الجوابات دي جايه امتى وراحت الوزاره؟ يعني امتى؟ الجواب مثلا راح للوزاره ده من يوم 14، راح يوم 14/4. ده الجواب كلام. اللي جاي من الاتحاد الافريقي يوم 19 يناير. يا راجل ده كلام يا راجل، يعني ده اسمه هزار. اخره يا ريس، احنا بنهزر. اخره 28 فبراير. 28 فبراير. طيب احنا كده بنهرج تهريج رخيص. ليه؟ لان حتى المواعيد انت ما قدمتش. وبعدين انا سمعت على لسان مسؤولين في اتحاد الكره طالع بيقول انه اعتقد هو برضو المدير التنفيذي بيقول احنا بعتنا اربع جوابات لفيفا واربع جوابات لكاف. طب ما تطلع لنا تواريخ الجوابات دي. لا ما هو مثلاً. لا هم قالوا فعلا بعد اربع جوابات بيه في شهر ابريل، بعد اربع جوابات اللي هو طلب تنظيم نهائي دوري الابطال. وعلاقه الفيفا بالموضوع؟ ما هو بيقول لا بعت بالشكاوي للفيفا انه الاتحاد الافريقي ظلمنا وعمل. خلي بالك ده بعد ما الازمه وقعت، بعد ما لا زي ما بيقولوا بعد ما الفاس وقعت بالظبط. ما خلاص كده يعني إيه؟ بعد ما خربنا. لو يا جماعه انا بحاول اعمل دور اهو. معلش اتفضل يا استاذ. هنسال سؤال يا ريس. اتفضل يا استاذ معلش. ليه كاس الكونفدراليه وبيراميدز راح له الجواب؟ ايوه انا عاوز اسال سؤال. ده كاشف. ايوه طبعا ده كاشف حجم الجرم والكارثة انك تتعامل مع النادي رقم واحد في مصر وفي افريقيا وجماهيرته شبابه ولا تحترمها. ده يوفر الركن. تبقى انت هنا مطالب بايه؟ على الاقل رد اعتبار الا يتواجد هذا الشخص في مكانه تحت اي ظرف مهما تكن المباريات، حتى بعد ادانته في التحقيقات اللي عملتها لجنه وزاره الشباب والرياضه بامانه شديده، يجب عليه ان هو يتقدم باستقالته اذا لحفظ ماء وجهه، لانه ما اقدم عليه. وإذا كان هناك شريك لا فعليا أن يقول من الذي أكبر على الحركة. يا أستاذ محمود في الجزئية دي، طب ما هنا في إمضة الأستاذ جمال علام. هل الأستاذ جمال علام مضى على النسخة أو وقع على النسخة اللي تم ترجمتها داخل قسم الترجمة في الاتحاد المصري لكرة القدم وما شافش الأصل، ولا شاف الأصل ووافق على لا على أعتقد أنه ما شافش الأصل. ما شافش أصلا الأصل. ما شافش الأصل. وبعدين أنت الجواب مبعوث بإيه؟ بعد ما اتقفل عارف أنت من باب إيه؟ سد الذرائع. يا عم ابعت جوابه خلاص واعمل نفسك مش عارف يعني منه وخلاص بقى واعدي بلا بلا الاهلي الانجليش اللي هو الاصلي. ايوه يا ريس ما هو جاي يوم 19 يناير. ايوه يا ريس الجواب المرسل 14/4 من اتحاد الكوره للسيد وزير الشباب والرياضه 14/4. ايوه كانت المده خلصت يا ريس. المده خلصت. كل سنه وانت طيب بقى. ما انا بقول لك عارف انت ايه؟ عارف انت الايه؟ سد الذرائع يقول لك عشان ما يجي حد يكلمك يقول لك ايه؟ وانا بعت جواب اهو. ايوه انت تبعت بعت جواب براحتك. ابعت جواب براحتك. ما هو المشكله حتى لو بعت الجواب بعته منقوص. ما ده غريب. انا بكلمك ليه طيب؟ ما انا عاوز لازم يتسال. يعني انت ليه اقدمت على كده؟ يعني ايه الهدف وايه اللي جواك
خلاك تتعامل مع طب اقول لك انا اقول لك رده كان ايه؟ ومعددي معلومه على مسؤوليتي انا. ردوا لاعضاء اللجنه اللي نزلت تفتش او نزلت لا اللي نزلت تحقق من قبل وزاره الشباب والرياضه في اتحاد الكوره ان هو قال احنا كنا عارفين ان الاهلي مش عايز ينظم ولا مش هيوصل. طب هو الاهلي قال لك احنا متوقعين ان الاهلي ما كانش هيوصل. انا بقول لك رد بالحرف ده بقى عنده علم بالغيب بقى ما اعرفش. لا ما هو ممكن ما هو دي لها تفسيرات يا استاذ محمود يا استاذ جمال دي لها تفسيرات من وجهه نظري. هم ثلاث تفسيرات ما فيش غيرهم. اول حاجه هم ما كانش عاجبهم مستوى الاهلي شايفين الاهلي ما عندوش القدره انه يوصل للادوار النهائيه اعتبره تفسير. ثاني حاجه يقول لك ايه يقول لك اصل الاهلي مش حابب ان هو ينظم لان شايف ان فرصه ضعيفه في الفوز بالبطوله وان الاهلي فاز بالبطولتين مرتين ورا بعض فصعب ياخد الثالثه. اوكي ثالث تفسير بقى صعب ولا حرام ما تجوز ماشي. ثالث تفسير بقى ممكن يقول لك ايه يقول لك اصل احنا كاتحاد مصري ما تمام اصل احنا كاتحاد مصري احنا ما لناش دعوه بالقصه دي. وانا في اعتقادي يا استاذ محمود يا استاذ جمال ان ممكن يكون ده قرار بتوصيه من شخص ما للمدير التنفيذي او الاتحاد المصري لكره القدم كان عارف ان في توجه خاص بالبطوله تجاه نادي بعينه فعشان كده قال لك ايه احنا كنا عارفين ان الاهلي مش هياخد البطوله. اي شيطان اوحى له هذا الفكر؟ انا بقول يعني اي يعني اي يعني يعني من الذي اوحى لك ان تاخذ موقف ضد النادي الاهلي؟ يعني ماذا فعل معك الاهلي لان تقدم على مثل هذا الامر ولمصلحه من وما هو السبب وما هو مبررك؟ يعني بأي منطق أنت جلست تتقاضى راتب في هذا المكان وأوكل لك الناس الأمانة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة خلاص ما أنا خلاص أنت أمانة أنا أنت جبت أمير خلاص مذيع في هذا المكان لابد أنه هو يراعي ضميره وبيأدي شغله. هل المفروض أنه هو يفسر أن أنا تبع نادي فلان وأنا بشجع نادي فلان؟ إذا قيست هذه الأمور فدي كارثة لان كده انت بتفتح لي هتضطر ان انا افتح لك تاريخ هجيب لك من الاساس من الاول على حاجات كانت بتحصل برضو وجوابات كانت بتلعب فيها وفي انديه كانت فايزه بالدوري وطرحت جوابات الاتحاد الافريقي انه في النادي فلان اللي شارك والنادي فلان مش هيشارك والنادي فلان هيلعب في بطوله الكؤوس وده مش هيلعب في... يعني عايز انت بتقلبوا ليه يا جماعه؟ بتدونا مثال على القيم والمبادئ وانتوا بتعملوا عكس المعقول. يعني ايه جرم الاهلي معاك وليه انت تعمل وتحرم البلد من بطوله زي دي مهمه جدا؟ انت شفت المنظر اللي في المغرب عامل ازاي؟ الناس كلها يعني شفت نادي الرجاء طلع اتكلم على نادي الوداد؟ لا شفت جمهور الرجاء طلع ساند جمهور الوداد؟ شفت جمهور الوداد طلع على السوشيال ميديا هاجم الوداد وما ياخدش البطوله؟ ولا دي بطوله بتحسب لمين؟ للمغرب. بتحسب للمغرب طبعا. لكن بامانه شديده الحقد والكراهيه بتولد حاجات كتير مثل هذه التصرفات بامانه شديده للاسف. وعلى رئيس اتحاد الكوره الاستاذ جمال علام اذا كان يعني عنده فكره عاوز يعني يعني يبدا صفحه جديده اول قرار ليه هو بعد ادانه هذا الاخ وعلى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان يفعل ما ستاتي به اللجنه من اذا تم ادانه رسميا. احنا عاوزين القرار رسمي دلوقتي احنا منتظرين مش عاوزين نعمل لجنه تروح تحقق ونشتغل على شغل التسريبات اللي بيتقال كل واحد بيحاول يجيب معلومات تعمل تقول لي نتيجه الاتحاد تم ادانه يا اما تم ادانه يا اما الراجل ده ملاك يا عم والناس دي يعني النادي الاهلي راحت له الجوابات وكان النادي الاهلي نايم وما خدش باله. احنا عاوزين نفهم احنا عاوزين القضيه تظهر للراي العام كده تقرير التحيه يا رئيس ضد مجهول. ايوه يا رئيس يعني هو الهدف من اصرار النادي الاهلي على مواصله هذا الامر والدفاع عن حقوقه انا عاوز نتيجه التحقيق دلوقتي النتائج اهم شيء محتاج دون ان نستبق الاحداث او التحقيقات اللي يثبت انه اجرم في هذا الامر يجب ان يحصل على عقاب يجب ان يعاقب. ما دي لوحدها تخلينا نتعلم او تخلي الناس دي تتعلم تركز في شغلها. اصل انت لا يمكن تقول لي الجواب ده الفرق مش ممكن يكون سقط سهوا يعني مش ده في جريمه مفيش لا ده انت ممكن ترمي الجواب من الحيطه يا باشا يا بتوع الاهلي خد بس بص انا اوريك ولكن شوف انت لا شوف انت الجريمه يا زلمه ايوه شوف انت الجريمه وحاله التربص تصل الى مرحله ايه انك تحرم نادي وجماهيره من بطوله يا سيدي حتى لو تنظمت على ارض وخسر النادي الاهلي البطوله انت مالكش دعوه انت تديني حقي وسيبني يا عمي سيبني في الملعب اخسر اكسب كل واحد بياخد ايه في حاجة بياخد نصيب. هفترض الاهلي والزمالك ما تاهلوش
انت اعمل اللي عليك، انت قطر التنظيم، اعمل شغلك. يعني لو كل واحد عمل الشغل بتاعه، ها الهوم ورك او الواجب بتاعه، خلاص. وبعدين انت هنا كمدير تنفيذي، استاذ جمال، ان ده توجه اصلا دوله، انك اي احداث رياضيه ومصر رائده في المنطقه. أيوة باشا. ان اي احداث رياضيه انت تتقدم وتنظمها، زي ما شفنا كده البطوله الافريقيه ومن انقذها، طيب وكاس العالم لكره اليد مصر، من انقذها غير مصر حتى لو ما عندكش فريق ايا كان، لان هو مطلوب منك تتقدم للتنظيم في وقت انت مش متاكد الاهلي هيوصل ولا لا. بالظبط. يبقى اذا دي مهمه مين؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره يا جماعه، لما البديل يا استاذ جمال، لما وزاره الشباب هي يا استاذ جمال، لما اللي بيدير المشهد مش عايزك، لما اللي بيدير المشهد لا لا اللي بيدير المشهد مش عايز، بص بحط لك كل شيء عشان انا افشلك. لا هو شاغل نفسه بكيفيه افشال النادي الاهلي، ما شاغلش نفسه بانه يطور نفسه كمسؤول عن اتحاد الكوره. يبقى دي النتيجه. كان المفروض حضرتك ولا ينتظر تحقيق وزاره الشباب والرياضه، وكان الاخ رئيس اتحاد الكوره نفسي افهم بس بيعمل ايه؟ يعني ماذا يقدر؟ هو فاضي يعني من السفر والرحلات وروح وجاي؟ يعني هو إيه يعني عاوز افهمه؟ يعني انت منتظر ايه يعني؟ منتظر تاخد قرار امتى؟ يعني عاوزين نفهم. هو وليد عطار ماسك عليك زله مثلا، ولا احنا ما نفهمش ولا ايه؟ يعني راجل تم ادانته مستني بهذه إيه التصرفات، عاوزين قرار. بالظبط. منتظر ايه يعني؟ هو يجب على مجلس اداره اتحاد الكوره ان يبادر هو بتصحيح الوضع قبل ما الوزارة تقول، ولا لأنه ده حدث أو خطأ كاشف جدا للعشوائية. مش هقول يعني، شوف أنا حسن النية جدا، دي عشوائية، مش هقول كمان إنها سيدي سوء نية، عشوائية، لأن أنت ممكن يجي لك جواب يضيعك لو أنت ما عملتوش في وقته. صح ولا غلط؟ طبعا. وده اللي حصل مع النادي الأهلي، وكان ممكن يبقى مع الزمالك. ما برضو عشان نبقى بنتكلم، محدش مع اي نادي مصري يا أيوة اي نادي مصري احنا بنتكلم هنا، لكن خصوصا ان انت متوقع النادي الاهلي ده هيوصل، ومتوقع ان هو يكسب. ما هو النادي الاهلي لو لعب في اي ظروف تانية غير اللي حصلت دي اسهمه ارجح. طبعا على الاقل كانت هتبقى يعني في تكافؤ فرص 50-50، كفيته اعلى عشان امكانياته افضل. هو افضل فنيا وافضل كل شيء، انما انت ما تجيبوش حد. برضو بعت لي على الفيسبوك بيتكلم على احنا بنهاجم المنتخب قوي، طب ما الاهلي اتغلب 2. قلت له لا، الوضع يختلف تماما. اولا الاهلي خسر من الوداد، فين؟ ثانيا فين؟ في الدار البيضاء. ثالثا بعد مسلسل ظلم ومحاولات غريبه لإرهابه وإبعاده عن المشهد. احنا شفنا حتى يا استاذ المنتخب مش كده، المنتخب كواليس حتى دخول بعثة الأهلي للاستاد ساعتها، تمام، بخلاف موضوع التذاكر لغاية يوم المباراة الصبح الأهلي ما خدش حصته الكاملة من التذاكر مثلا، بخلاف ان احنا شفنا 70% من ساعة الملعب لفريق الوداد، من المفترض ان يبقى 50-50 حتى لو مش هيحضر جمهور الأهلي. صح. انت تسيب لي أماكني فارغة. أيوه. لكن ده هو جمهور الوداد خد جانب كبير جدا من اماكن جماهير النادي الاهلي. ده ناتج عن ايه؟ ده ناتج عن ايه؟ الكوميديا بتاع 10,000 و10,000 ايوه و20,000 جمهور عام. الناس صدقت الكلام. إيه يعني مش جاي اسالك سؤال يا هو الناس صدقت الكلام؟ لا طبعا. يعني انت عاوز اسالك سؤال، هو الكاف هيعمل كده؟ يعني الكاف، اسالك سؤال، الكاف الاسم الكائن في القاهره مقرا بس، والاسم الفعلي يعني اجتماعا هو اتفرغ من اجتماع، ما انا بكلمها خلاص، والاسم فعليا والمتحرك رسميا في المغرب. أيوه. لا الوم الاخوه في المغرب على خالص. ما الناس اهتموا، لكن بعض عاوز اقول لك ايه، شفت انت، شفت الاصرار، اعجبني موقف فوز العرب. ايوه الراجل بيدافع عن حرك لصالح مين؟ لكن احنا هنا بيحكمنا رغم ان ده امر غير مقبول. انا استاذ أيوة. محمود، بس هو الراجل اللي بيدافع، انا بكلمه اتحرك لصالح مين؟ بلده. لا على النقيض هنا ايه؟ لا على النقيض هنا ايه؟ الكل ايه؟ الكل تآمر وخطط لذبح الاهلي. الى من يلومون النادي الاهلي على انه بيشكو وبيدافع عن موقفه، عن حقه وعن حقه؟ لا بقول لهم اسكتوا، لان ما هو انت مش مطلوب من الاهلي انه يتعرض للظلم ويسكت وما يطلعش بيانات، ويتعرض للتآمر ويسكت. ما انت ما هو برضه هتتكرر مليون مره. فيجب ان يكون هناك وقفه مع هذا الامر. هل يلام الاتحاد المغربي لكره القدم يا استاذ محمود على تهيئه كافه التفاصيل الصغيره قبل الكبيره للوداد؟
من خلال استخدام نفوذه داخل الاتحاد الافريقي؟ لا إلهام ازاي؟ احنا قلنا في البدايه انا بقول لك موقف فوز الاقرع 10 على 10 وعجبني راح زار وعمل تصريحات. اول ما اطلق التصريحات دي انا شعرت ان المباراه انتهت. اللي هي سنعمل كل شيء من اجل ان يفوز الوداد باللقب. كلام موقف بيتكلم بصفته ايه بقى؟ بصفته نائب رئيس الاتحاد الافريقي ولا رئيس اتحاد الكره؟ لا رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه لاتحاد كره القدم. الحكايه الثانيه دي انا عارف الاجابه بس هو ايوه بتصرف بصف على النقيض على الطرف في الاخر. ماذا قدم الاتحاد الوطني هنا؟ لا شيء. وماذا قدم؟ لا جاء جمال علام ونائبه الى المغرب بدعوه من فوز الاقرع لحضور المباراه النهائيه. ضيوف ناس جايين ضيوف وقال لك بالمره نعدي يا عم على الناس اللي قاعدين هناك دول ده باين عليهم من مصر اروح نسلم عليهم كده نشوفهم. انا اكتشفت متاخرا ان المهندس هاني ابو ريده كان حاضر. طب حاضر ازاي مش حاضر يعني؟ انا اكتشفت كان قاعد جنب فاطمه سموره. كان موجود. ايوه موجود. طبعا. ليه بقى اكتشفت؟ لان انا ما سمعتش ولا كلمه قالها ولا صرح بيها. من امتى هاني ابو ريده بيتكلم يا جماعه؟ ما احنا ما هو برضو من ضمن الحاجات يا استاذ محمود ان احنا نقول ايه يا رجلنا في الاتحاد الافريقي يجب ان يكون لك موقف. لو لقيت حتى انه في ظلم حصل حاول تحقق العداله. احنا مش عايزين حتى تتحيز الانديه المصريه. لا ايوه والله ينور عليك. احنا عايزين العداله. طماع انت والله العظيم. العداله بقت طمع. من ايه طماع؟ لا مش هاني ابو ريده. بص يعني له ما له وعليه ما عليه. أكيد. على فكره علي ما علي وعلي وعلي. فانا عايز اقول لك ايه يعني هاني ابو ريده عشان بس الناس يا جماعه برضو ايه بتخرط الامور كلها وتهيل التراب على قديم. الراجل عمل حاجات قبل كده لكن مواقف في الفترات الاخيره لا محتاجه تفسير منه. محتاج يطلع يقول. هي يعني الناس بتربط ما بين تواجده داخل الاتحاد المصري. الاتحاد المصري. خلاص انا بره المشهد دلوقتي. ايام الانجازات دلوقتي انا بره المشهد. الناس بتربط بكده. خلاص ملهاش علاقه. لكن عاوز اقول لك ايه؟ لا ملهاش علاقه لسبب. هنا المفروض زي ما اللي بيرشح فوزي الاقرع الاتحاد المغربي. الاتحاد الوطني. الاتحادات الوطنيه. واللي بيرشح هاني ابو ريده الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني. اللي هو الخطاب. بس احنا الفتره اللي فاتت قبل ما يمشي مهندس هاني ابو ريده كان هو رئيس الاتحاد المصري لكره القدم وكان ايضا محافظ على مركزه داخل الاتحاد الافريقي. فبالتالي كانت الامور كلها ماشيه يمكن لم بشكل يعد كويس. لم يعد هاني ابو ريده بالقوه المطلوبه داخل الاتحاد الافريقي او حتى النفوذ المطلوب. على ما يبدو. يعني على ما يبدو دي الحقيقه يعني الواضحه. لكن عاوز اقول يعني القوه ما عادتش خلاص. يعني انا بريده في في ايه في الانفاس الاخيره زي ايه في مشواره في البتاع. لكن يا جماعه عاوز اقول ايه قبل كده برضو ما تنسوش الراجل عمل حاجات واللي كده يبقى هو مش يبقى هو عاوز ايه بيتكلم كده. لكن انا معاه كنت اتمنى منه ان هو لا كنت اتمنى يكون عنده موقف ان هو يتكلم ان هو يتدخل ان هو حتى يعني ايه يعني يبادر بالنادي الاهلي ويروح ويقعد يتكلم بعيدا عن زياره رئيس الاتحاد القطري اللي كان ظاهر فيها وبعد كده لا قبلها شفناه ولا بعدها شفناه. يعني ايه حاجات برضو غريبه وما بصحش انت يعني اختيارك والمكان اللي انت فيه وصلته من الاتحاد الوطني من مصر هي اللي اختارتك. يعني مش انت اللي عملت كل حاجه بايديك كابتن هاني. الناس لما بتتكلم بتبقى زعلانه لانه ما شايفين احنا دور ولادنا في المؤسسات الدوليه بتبقى فرحانين. احنا عندنا رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد دكتور حسن مصطفى. عندنا حضرتك موجود في نفس المكان. طيب خليني اقول لحضرتك. انا عاوز اقول انهم محتاجه الامور. لا محتاجه الامور منه وقفه بامانه شديده. عندنا اكيد توضيحات اخرى وكلام اكتر في هذه اللحظات. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يعني بيتقدم للمنصة علشان يبتدي فعاليات هذا المؤتمر وأكيد مؤتمر هام جدا هنترقبه لحظة بلحظة. تابعونا. خلينا نروح سريعا للكابتن محمود الخطيب من مقر النادي الأهلي في الجزيرة. تفضل. وللفوتج بالنسبة لزملائنا سؤال يا عيني لحضراتكم نكتبه ونسلمه لزميلنا احمد ابو طالب ثم نطرحه على الكابتن محمود الخطيب في نهايه المؤتمر ان شاء الله. طيب نرجو التزام الهدوء. الاستاذه اللي رفعت التليفون زي ما اتفقنا قبل المؤتمر بعد اذن حضرتك علشان هنقطع الكاميرات. يعني حضرتك خليكي مكاننا. انت الزملاء احنا منبهين انه ما نرفعش التليفون اكتر من مستوى الراس علشان ما نعيقش الكاميرات اللي في الخارج.
شكرا على تعاونكم، يعني احنا بس بنساعد بعض. شكرا لحضرتك، يعني حاولي قدر الامكان تصوري من الحدود اللي تقدري منها بدون ما ترفعي فوق. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. حد يفتح لي الصوت، الصوت مفتوح، سامعين كويس كده؟ اه سامعين الكابتن محمود كويس. الشباب في ال بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا شيف. حازم مش موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود خطيب رئيس اداره النادي الاهلي، الساده اعضاء مجلس الاداره، رؤساء القطاعات المختلفه، زملائي الاعزاء ممثلي وسائل الاعلام ووكالات الانباء العالميه، برحب بحضراتكم في مستهل وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي دعا إليه النادي الأهلي لكشف ملابسات ووقائع الأزمة المتعلقة بالمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وموقف الاتحاد الإفريقي من هذه المباراة الذي جاء مخففا لكل الضوابط ومعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص. برحب بحضراتكم حرصا على الحضور. سيكون لدينا الحقيقة كلمة للكابتن محمود الخطيب يستعرض فيها هذه الأزمة بالوثائق والدلائل والمستندات، ثم سنعطي لحضراتكم فرصة لتوجيه الأسئلة المختلفة من خلال الأوراق المكتوبة. لدينا أوراق مطبوعة تقدروا حضراتكم تكتبوا هذه الأسئلة لضمان فقط أن يكون هناك نقطة نظام ونلتزم بموضوع المؤتمر الصحفي المتعلق بأزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. مرة تانية برحب بحضراتكم في النادي الأهلي في معقله التاريخي بالجزيرة، ونبدأ وقائع هذا المؤتمر بالكلمة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فليتفضل. شكرا يا شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بكم في النادي الأهلي، وبنشكر كل السادة الحضور، وكل الشكر للإخوة الإعلاميين والصحفيين. الحقيقة أنا موجود معاكم النهاردة لأن مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال كان أخذ قرار بإقامة مؤتمر صحفي بعد نهاية الأحداث سواء كانت سلبية أو إيجابية، من أجل الإعلان عن كل التفاصيل اللي احنا مرينا بيها الفترة اللي فاتت.
وبرضو يمكن في وده حاجة احنا بنحترمها جدا، في بعض من خارج النادي كان له رؤية اننا نقفل هذا الملف وليس هناك ما يدعو للحديث فيه، ونحن كمجلس إدارة الأهلي والنادي الأهلي بنحترم هذه الرؤية. لكن الثابت لنا كإدارة إن موقف النادي الأهلي ليس مرتبط بمكسب أو خسارة مباراة أو بطولة. النادي الأهلي والحمد لله رب العالمين مليء بالبطولات الحمد لله، والنادي الأهلي أكبر من هذا الكلام، وواجب النادي الأهلي تجاه بلده وتجاه قارة أفريقيا التي ينتمي إليها أنه يتكلم ويتكلم بصوت عالي ويشاور على السلبيات على الأقل حتى لا تتكرر هذه السلبيات مرة أخرى، لأنه بصراحة شديدة جدا ما حدث في ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة، وأيضا من أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو اللي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، هذا الشخص أو هذا المسؤول باختصار شديد أضاع حق مصر قبل ما يكون أضاع حق النادي الأهلي. قبل ما يعني أتكلم مع حضراتكم أتمنى أو بقول لسيادتكم أن تفاصيل المؤتمر ده فيه ثلاث نقاط رئيسية، ثلاث نقاط احنا وضعناهم عشان نتكلم فيه. أولا بنبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على البطولة، ونتمنى لهم كل التوفيق عند تمثيل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية. النقطة الثانية، أي خسارة يا جماعة، أي خسارة مهما كانت قاسية بالتأكيد فيها دروس مستفادة، وهي دي الرياضة، والنادي الأهلي نادي كبير ما بيقفش عند خسارة ولازم يستفيد من اللي حصل ومما حدث، وتكون دايما نظرتنا للي جاي، نظرتنا للمستقبل. النقطة الثالثة، بنستأذن حضراتكم التركيز في المؤتمر على النقاط التي تم إثارتها في الفترة الماضية وتحتاج إلى توضيح، مش عايزين نخرج بره مساق المؤتمر. الاتحاد الأفريقي، الحقيقة لا النادي الأهلي ولا أنا شخصيا عندنا خلاف مع الكاف ولا قيادات الكاف، احنا بنحترمهم جميعا، وأنا أعرف كويس السيد باتريس متسبي رئيس الاتحاد الأفريقي، أعرفه كويس، هو شخص متميز، وعندما تولى رئاسة الكاف أنا شخصيا تفائلت به ولازلت متفائل به، لأن لديه القدرة على تقديم الأفضل للكرة الأفريقية. الخلاف الذي حدث أن قرار اختيار ملعب المباراة النهائية افتقد كل معايير العدالة وقواعد اللعب النظيف. نحن لسنا موجودين هنا لتوزيع الاتهامات، ده مش النادي الأهلي،
احنا تواجدنا لان كلنا كأفارقة اعتقد ومتأكد انتبهنا الحزن عندما تحدث عنا المتابعون للكرة الأفريقية في العالم بشكل سيء لهذا الملف. نحن نعتز بقارتنا الأفريقية ونعتز بالانتماء لهذه القارة العظيمة التي قدمت للعالم مواهب فذة في كرة القدم. أفريقيا حاليا وبدون مبالغة تملك النصيب الأكبر في اللاعبين البارزين في الملاعب الأوروبية، وقارتنا تستحق مكانة كروية أفضل. باختصار، اندهشنا في بداية الأمر عندما وجدنا دوري الأبطال قارب على الانتهاء ومرت جولة الذهاب من الدور قبل النهائي، والاتحاد الأفريقي لم يعلن عن مكان إقامة المباراة النهائية. كما تعلمون المباريات النهائية في أوروبا يتم تحديد أماكنها أماكن إقامتها في معظم الوقت لسنوات، يمكن زي ما هو واضح على الشاشة مع حضراتكم. الاتحاد الأفريقي نفسه السنة الماضية أعلن عن مكان المباراة النهائية قبلها بفترة، ومحدش اعترض، ولم يكن يعلم أحد إن أي فريقين يتأهلوا للنهائي، مين اللي هتأهل؟ محدش عارف. عكس ما حدث هذا الموسم، الإعلان عن المباراة عن ملعب المباراة قبل انتهاء البطولة أو قبل انتهاء المباراة قبل بداية المباراة بثلاث أسابيع بس تقريبا. يعني بدأنا نادي الأهلي بدأنا نتابع في وسائل الإعلام أن هناك منافسة بين السنغال والمغرب على استضافة المباراة النهائية، لكن ونحن نتابع لم نتصور إطلاقا أن يقوم الكاف بمنح المغرب حق تنظيم المباراة وفقا لمعايير العدالة. ده ليس تقليل أبدا من أشقائنا في المغرب، بالعكس هم قادرين يعملوا كل حاجة، ولكن أن يقوم الكاف بمنح المغرب حق تنظيم المباراة زي ما قلت وبكرر ليس تقليلا منها، بالعكس نحن نحترم أشقائنا جدا جدا في المغرب، لكن المغرب وفقا لمعايير العدالة استضافت هذه المباراة العام الماضي برضو كانت في المغرب، وفي العام الذي قبله استضافت الكونفدرالية، العام اللي فات استضافت النهائي لدوري الأبطال، السنة اللي قبلها استضافت الكونفدرالية، ولديها نادي الوداد أصبح قريبا جدا من يكون من يعني من طرفا في النهائي يعني في المباراة النهائية، وبالتالي لا يصح أن يقوم الكاف بمنح أفضلية لنادي يلعب في ملعبه وسط جمهوره على حساب الطرف الآخر. النادي الأهلي بيتحرك، وعشان كده احنا قلنا هنعمل مؤتمر بس في الآخر، لكن أثناء الأحداث من الصعب كنا كل شوية نقول لكم هنعمل كذا. أرسلنا خطاب للاتحاد الأفريقي قبل إعلانه عن مكان المباراة النهائية بفترة، وطلبنا منه إقامة المباراة النهائية في ملعب محايد، وطلبنا من اتحاد الكرة المصري هو كمان هو أيضا أن يرسل خطاب للتأكيد على ذلك المعنى، وطلبنا من السيد وزير الشباب والرياضة التدخل لدى الكاف من أجل الحفاظ على حقوقنا المشروعة فقط، وأن تكون هناك عدالة بين طرفي المباراة.
يوم الاثنين 9 مايو 22 فاجأنا الكاف ببيان على حسابه الرسمي وأعلن عن إقامة المباراة النهائية في المغرب، واستند في حيثيات قراره إنه لم يكن لديه سوى دولتين فقط، المغرب والسنغال، والسنغال انسحبت، وبالتالي المغرب حصلت على حق تنظيم المباراة، وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقارة كبيرة بحجم قارة أفريقيا التي نعتز كلنا بها. بصراحة احنا في حاجة ان يرد الاتحاد الأفريقي على هذه الأمور التالية: لماذا لم يعلن الاتحاد الأفريقي عن انسحاب السنغال وقت انسحابها وانتظر كل هذا الوقت وبعدها أعلن إنه لا يوجد سوى ملف وحيد هو ملف المغرب، وهو نفس ملف السنة الماضية؟ ونكرر، لا توجد لدينا مشكلة مع أشقائنا في المغرب، خلافنا فقط على قرار الكاف. في بيان الكاف التوضيحي الذي أصدره يوم 12/5 قال فيه إنه استبعد في البداية ملفات نيجيريا وجنوب أفريقيا من تنظيم دوري الأبطال لأن الملفين دولت غير مكتملين، في حين إن بيان الكاف الذي أصدره بتاريخ 11/5 إنه منح حق تنظيم نهائي الكونفدرالية لنيجيريا الذي قال عنها في بيانه السابق إن ملفها غير مكتمل. هذا أمر يثير التساؤلات ويحتاج لتفسير. طالما الكاف سمح لنيجيريا أن تستكمل ملفها وتعود للمنافسة على التنظيم، لماذا لم يمنحها تنظيم بنهائي دوري الأبطال؟ لماذا لم يمنحها تنظيم نهائي دوري الأبطال وفقا للطلب الذي تقدمت به من قبل، خاصة إنه لم يسبق لها تنظيم هذا الحدث، لكن الكاف منحها تنظيم نهائي الكونفدرالية ومنح المغرب تنظيم نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، ولماذا لم يمنح الكاف بقية الدول فرصة استكمال ملفاتها مثل جنوب أفريقيا التي سبق وأن طلبت تنظيم دوري الأبطال، ومصر التي طلبت تنظيم نهائي الكونفدرالية؟ في بيان الكاف يوم 9/5 والذي أعلن فيه إنه أهدى تنظيم نهائي دوري الأبطال للمغرب، لم يذكر اسم الملعب الذي ستقام عليه المباراة، وأقيمت المباراة في المغرب، ده صحيح، لكن على الملعب الرسمي والمعتمد للفريق المنافس لدى الكاف. هل هذه هي قواعد اللعب النظيف؟ وكمان بقى على العكس، في بيان الكاف الذي أصدره يوم 11/5 وقال فيه إنه أهدى تنظيم نهائي الكونفدرالية إلى نيجيريا، حدد ملعب بعينه في نيجيريا تقام عليه المباراة، ذكر اسم الملعب، أرفق صورة الملعب في البيان الصادر. لماذا كان هناك غموض في البيان الأول ولم يذكر الكاف اسم الملعب وذكر اسم الملعب في البيان الثاني؟ نتكلم بقى مع حضراتكم على الخطوات التي اتخذها النادي الأهلي ومجلس إدارته بعد قرار الكاف. سامحوني لو سمحت.
بتكلم مع حضراتكم عن الخطوات التي اتخذها النادي الاهلي ومجلس ادارته بعد قرار الكاف. عرض النادي الاهلي الموقف كاملا على احد المكاتب الاستشاريه الدوليه الكبرى في القانون الرياضي. وافاد المكتب الاستشاري، خدوا بالكم الكلام ده كويس، ان موقف النادي الاهلي في الدعوه ليس قويا بسبب الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح المطاطية للاتحاد الأفريقي. لكن كان لزاما علينا وأيا كانت النتائج أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي، ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرياضية الدولية وطلبنا تأجيل المباراة لحين البت في الموضوع، ورفضت المحكمة التأجيل، وكنا نعلم أنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل حتى في قرار مجلس الإدارة بالإجماع اللي خدنا فيه قرار المحكمة الدولية، مكتوب في القرار سلبا او ايجابا، الكلام ده من بدري جدا. قرر مجلس اداره النادي بالاجماع برضه وبحضور مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم خوض المباراه النهائيه، ورفض الجميع فكره الانسحاب لانه يكلف الاهلي كثير، ليس خساره بطوله واحده بل ثلاث بطولات إذا ما كانش أكتر. الانسحاب يترتب عليه الإيقاف عامين، هذا بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية. وقررنا دائما داخل مجلس إدارة لمصلحة النادي، ليس في الحاضر فقط بل والمستقبل أيضا إن شاء الله. أرسلنا خطاب للكاف وطلبنا بعض حقوقنا في تنظيم المباراة، حقوق بقى مشروعة، حقوق عادلة، منها نصف سعة الاستاد، وأن النادي سيقوم بدفع قيمة هذه التذاكر فورا، ولم نتلقى أي رد من الكاف. تلقيت أنا شخصيا تلقيت اتصال ودي من احد الاشخاص، ودي لعقد اجتماع مع رئيس الكاف عبر برنامج زوم، وابلغت انني وبكررها تاني احترم السيد متسبي واقدره، لكن على الكاف، مش اشخاص بقى، ولكن على الكاف أن يرد رسميا على طلبات النادي الأهلي، لأن الموقف موقف نادي ومجلس إدارة وليس موقف شخص محمود الخطيب، والقرار دايما يكون لمجلس الإدارة وليس لشخص حتى لو كان هذا الشخص هو رئيس النادي. ده اللي احنا اتعلمناه نظرا لمرور الوقت واقتراب موعد المباراة، وعدم تلقينا أي ردود من الكاف. أرسلنا خطاب آخر للكاف وطلبنا عقد اجتماع رسمي بقى، لكن بنتكلم رسمي الأهلي والكاف أو الكاف والأهلي، بس احنا اللي بنبعد دلوقتي، وطلبنا عقد اجتماع بين الممثل الرسمي للكاف والممثل القانوني للنادي للوصول إلى حلول بخصوص طلبات الأهلي العادلة التي تم إرسالها للكاف ولم نتلق أي رد. يوم 26/5 وقبل المباراة بأربعة أيام فقط تلقينا خطاب من الكاف، جاء فيه إنه تم تخصيص 10,000 تذكرة للأهلي
ومثلها لنادي الوداد. وعشرين ألف، وعشرين ألف للعامة، وخمسة ألاف تذكرة للرعاة، حتى تكون الأمور يا جماعة واضحة. لم نكن نتصور أبدا إن الأمور قد تصل إلى هذا الحد. النادي الأهلي لم يتسلم من العشرة ألاف تذكرة سوى 2500 تذكرة وعلى دفعتين. أما العشرين ألف المخصصين للعامة، هنا عايز أعرف كلمة العامة في لجماهير كرة القدم، ومفهوم العامة من الجماهير هم المحبين لكرة القدم وغير منتميين لطرفي المباراة النهائية. تم طرح تذاكرهم أونلاين، وللأسف تم حجب الرابط الخاص بحجز التذاكر عن أي شخص يريد الحجز من خارج المغرب. وبالطبع وطبيعي جدا أن تذهب 20,000 تذكرة وما تبقى واللي ما استلموش الأهلي من 10,000 كمان أن يذهب كلها لجماهير المنافس. طيب رؤيتنا بقى احنا ايه كنادي اهلي في ضوء كل الاحداث السابقة؟ قارة افريقيا قارة كبيرة وتمتلك من المواهب ما لم تملكه اوروبا، وأفريقيا تستحق مكانة كروية أفضل. نحن نعلم أن أي تعديل أو تطوير هو مسؤولية الكاف طبعا، ولكن من أجل الكرة الأفريقية عاوزين نطرح رؤيتنا التالية، وهنا قرار للكاف ونحن نعترف بده، لكن هي مجرد رؤية من أجل الكرة الأفريقية من وجهة نظرنا. واحد، أن يعود الدور النهائي للمسابقات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية لنظام الذهاب والعودة مبارتين، لأن فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح. أوروبا تختلف كثيرا عن أفريقيا، وسائل الانتقال في قارتنا صعبة ومكلفة جدا، وتستغرق وقتا طويلا جدا للسفر، وكمان ولا توجد تأشيرة موحدة لكل الدول الأفريقية عكس أوروبا، بل الحصول على التأشيرات في قارتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير وقابلتها. وهنا بتكلم على كل الجماهير الأفريقية. أيضا لا توجد عملة مالية موحدة للقارة الأفريقية، على العكس في أوروبا المسابقات بين الدول، المسافات بين الدول قريبة جدا، ولا توجد كل هذه المشاكل التي أشرنا إليها. اثنين، حال استمرار، وده قرار كاف طبعا حقهم الكامل، حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الواحدة تقتضي الشفافية والعدالة، أن يقوم الكاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل الأطراف من توضيح الشروط اللي فيها، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل، ما نستناش لآخر أسبوعين أو ثلاثة. ثلاثة، أن يدرس الكاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية
ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة 5 سنوات حتى تحصل بقية الدول الأفريقية على فرصة وفرص مماثلة. هنا في دول ممكن ما يكونش عندهم القدرة المالية والتنظيمية، وهنا بقى يجب أن يقوم الكاف بدعم ومساندة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها. 4، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والفار في كل أدوار البطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة. إحنا أو أفريقيا ليست أقل من أوروبا. أن يقوم الكاف 5، أن يقوم الكاف بإعادة صياغة للوائح الحالية لتكون حاسمة وشفافة ولا تحتمل أكثر من تفسير، ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة، علما بأننا نؤكد وندرك أنها مسؤولية الكاف، ولكن يجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية الأفريقية كلها. إيه المانع إحنا نبعت اللوائح دي، واللوائح دي الأندية تحط عليها كل الأندية، مش لجان ولا بتاع، كل الأندية، كل نادي يحط تصوراته، ثم التصورات دي تروح للكاف يبتدي يناقشها ويشوف الغالبية بتقول إيه. 6، دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من الكاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة، لأن من خلال التجربة، لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول حاليا وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة أفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات، المسابقة، الإقامة، المكافأة اللاعبين، الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، علاج مصابين بيقع منك خلال البطولة، ده بقى صليبي وده مش عارف، زي ما حصل مع النادي الأهلي في 3 حالات تقريبا. فالمبالغ دي أعتقد يجب دراسة كيفية زيادة هذه المكافآت. هنا يمكن وقفت بقى شوية كده بالنسبة لملف أو اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبة للاتحاد الأفريقي. عايز أتكلم مع حضراتكم الأمر الثاني اللي عايز أتكلم فيه، نتحدث فيه مع حضراتكم عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم. أولا، لم يكن لدينا أي معلومة عن مسألة تنظيم المباراة النهائية إلا عندما بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن وجود منافسة بين السنغال والمغرب لاستضافة المباراة، وإنه كان هناك مواعيد محددة لتقديم طلبات التنظيم والتفاصيل لحضراتكم عارفينها عشان ما كملهاش إلى آخره يعني. ثانيا، لما سمعت الكلام ده تواصلت مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، سألت سيادته هل الاتحاد قام بالرد على الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب بالفعل الاتحاد قام بالرد. طب يعني ما دخلناش ليه بقى في الهيصه دي يعني، في المسابقه دي يعني، والتنظيم ده. كلمت بعدها على طول وتواصلت مع المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للاستعلام عن مساندته
لطلب مصر الخاص بتنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب إن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباراة أو الاتحاد الكرة المصري يعني، وأن ما يردده اتحاد الكرة في هذا الأمر غير صحيح. طبعا استغربت جدا، عودت الاتصال مرة تانية السيد الأستاذ جمال علام وأبلغته بما قاله المهندس هاني بوريد، وسألته من صاحب المعلومة الصحيحة، حضرتك ولا المهندس هاني؟ وكانت إجابته احنا الاثنين صح، كلنا معلومته صح. انا طبعا اندهشت جدا، قلت ازاي؟ فاجاب السيد رئيس الاتحاد انه قام بالرد فعلا على الكاف، لكن لم يطلب تنظيم المباراة ولكن طلب إقامتها على ملعب محايد. أمر يبدو بالنسبة لينا الحقيقة غريب وبصراحة يعني غير مقبول. ثالثا، عندما قررنا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي عقب قرار الكاف بإقامة النهائي في المغرب، تواصلت مع السيد رئيس اتحاد الكرة وطلبنا منه، أنا بتكلم بصيغة النادي، وطلبنا منه صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي، أو الأفريقي اللي هو اللي بعت الأول ثم المصري، بخصوص تنظيم النهائيات الأفريقية. وهذه الأوراق يا جماعة، ودي نقطة مهمة هنجيلها في الآخر، وهذه الأوراق من المفترض إن إحنا أن نبني عليها موقفنا القانوني، وللأسف لم نتلقى استجابة منه حسبما وعد. الكلام ده أعتقد كان يوم اثنين أو ثلاثة، أي الاثنين للثلاثة، وما جلناش حاجة. فطلبت من السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي التواصل مع المدير التنفيذي للاتحاد في هذا الأمر، لأن الورق ده مهم جدا 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 بالنسبة لنا. وقمنا بمخاطبة الاتحاد كتابيا ثلاث مرات لهذا الأمر، وأخطرنا السيد وزير الشباب والرياضة بما يحدث مع النادي الأهلي، ووعد بالتدخل. شك بقى حد اثنين، يعني اثنين ثلاث أربع خميس تقريبا يعني، أو ثلاث أربع خميس، وطبعا صباح جمعة. هنا السيد وزير الشباب والرياضة وعد بالتدخل، وبعد أربعة أيام من المماطلة كلفت الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بالذهاب إلى اتحاد الكرة ويبقى عند المدير التنفيذي للاتحاد وما يتحركش إلا لما يكون الورق ده في إيده، لأن المكتب القانوني قاعد جنبنا يومين ثلاثة ورا بعض أو ثلاثة أيام ورا بعض عشان بس يكتب، ومش هيقدر يكتب إلا من خلال الخطابات ديت. قلت له يا دكتور ما تتحركش إلا لما الجوابات دي تجيلك. وقابل فعلا مدير التنفيذي للاتحاد الذي أبلغه، مدير الاتحاد أبلغه إنه لن يستطيع تسليمه أي صور من الخطابات المتبادلة إلا بعد أن يتلقى موافقة السيد رئيس الاتحاد، اللي احنا بنخاطب الناس بقالنا 3 أو 4 أيام. طب نعمل إيه؟ وهنا في مواقف كتير يقول لك النادي الأهلي لازم مش عارف يعمل، النادي الأهلي ولا بيعلي صوته ولا النادي الاهلي بيطلع يتخانق، النادي الاهلي بيمشي ضمن الاصول، النادي الاهلي بيحافظ على البلد، بيحافظ على الاصول السليمه، النادي الاهلي بيحافظ ازاي يكون بيتعامل مع كل المواقف
باسلوب سليم. لجأنا للاعلى سيد وزير الشباب والرياضه. الحقيقه قمت وكلمته تاني وصعدت الامر مع الدكتور اشرف صبحي مره تانيه، لان الوقت بيمر ولم يتبقى على المباراه الا ايام قليله. والحقيقه بقى هنا ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كانت لديه رده فعل عنيفه قويه وعنيفه لتفاهمه، هو فاهم الراجل كويس ان الامر ده يضعف من الموقف القانوني للنادي الاهلي امام المحكمه الرياضيه الدوليه، وتعامل بمنتهى الجديه ووعدني بارسال احد المسؤولين من مكتبه الى مقر اتحاد الكره. ومساء نفس اليوم اللي هو بقى الخميس الساعه 5 او 4 ونص 5 الظهر تسلمنا صوره من الخطابات. لكن الحقيقه بعد ضياع اربع ايام دخلنا في يوم الجمعه، وكان بعدها السبت والحد عطله في اوروبا. هنا انا بس بحط عنوان، هذه هي المسانده وهذا هو الدعم الذي وجدناه من اتحاد الكره. عموما هذه ليست اول مره يتخلى فيها اتحاد الكره عن مسانده الانديه المصريه. الكل يتذكر ما تعرض له النادي الاهلي في نهائي دوري الابطال عام 2018. تعرضنا لظروف صعبه للغايه ولم نجد اي مسانده او دعم من اتحاد الكره او ممثل مصر في الكاف. طلبنا من اتحاد الكره قبل شهور ما يقرب من 3 مرات في مكاتبات رسميه انه يطلع بمسؤولياته وان يتواصل مع الاتحادين الدولي والافريقي لحل ازمه تضارب المواعيد بين كاس العالم للانديه وبين كاس الامم الافريقيه من اجل مشاركه لاعبينا الدوليين مع المنتخب المصري ومع النادي، لان النادي برضو بيلعب باسم مصر في بطوله كبيره جدا، بطوله عالميه. واكد رئيس الاتحاد في ذلك الوقت، مش اللي هنا مش دلوقتي، من خلال وسائل الإعلام إن المشكلة تم حلها والمنتخب والأهلي كلاهما سيشارك بصفوفهم كاملة في البطولتين وليس كل ما يعرف يقال. وللأسف في النهاية لم يحدث شيء وتم حرمان النادي الاهلي من لاعبيه الدوليين في مونديال الانديه في اول مباراتين تقريبا، اول مباراه بالكامل ما فيش تاني مباراه، اللي جم ليله المباراه مش ليله الصبح، مباراه بالليل فمعظمهم ما لعبش. هنا بقى امر احب ان كلكم تركزوا فيه كويس، النقطه الاهم في موقفنا مع اتحاد الكره، واحنا برضو بنقدر اتحاد الكره كل الشخصيات، لكن المواقف هي دي الحاجه اللي احنا بنقف عندها. النقطه الاهم في موقفنا مع اتحاد الكره، واتمنى التركيز من حضراتكم، الساده المسؤولين في اتحاد الكره تحدثوا بكثافه في وسائل الاعلام خلال الفتره الماضيه النادي الاهلي ما بيتكلمش كتير. انتوا بقالكوا كام سنه عمرنا انا ما عملناش مؤتمر صحفي اول مره، يعني النادي الاهلي بيدرس المواضيع ويتكلم في الحقوق المشروعه ومن القنوات الشرعيه كويس، لكن ما بيطلعش يطلع كل يوم يرغي
فالسادة المسؤولين في اتحاد الكرة تحدثوا بكثافة في الإعلام خلال الفترة الماضية، ودائما يتوقفوا عند نقطة واحدة، إن النادي الأهلي لم يطلب تنظيم المباراة، ولو كان طلب كانوا سينفذون رغبات طبعا. حقيقة أمر غريب، وأنا الحقيقة مش قادر ألاقي حاجة غير الابتسامة بس، الابتسامة بس. ولكن النادي الأهلي بيدرس كل المواضيع، ما بيتكلمش من خلال لوائح. أولا لا يصح أن يردد المسؤولين في اتحاد الكرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح. المسؤولين في اتحاد الكرة لكن يجب أن يكون عندهم دراية كبيرة بكل اللوائح، وكلام يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولين عن إدارة اللعبة في مصر. ثانيا المسؤول عن تقديم طلب التنظيم النادي ولا اتحاد الكرة؟ بالتأكيد اتحاد الكرة. البند وهيطلع لسيادتكم، البند رقم 28 بتنظيم المباراة النهائية من لائحة دوري الأبطال والتي تسلمناها من الكاف قبل بدء المسابقة، نصها نص البند كالآتي: سيتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط في إحدى الدول، فقط في إحدى الدول التي يتم اختيارها من قبل الكاف، إحدى الدول. هذا هو البند الذي نص على إقامة المباراة بإحدى الدول وليس بأحد الأندية، إحدى الدول، علما بأن الحكومة المصرية اللي بشكرها جدا إنها دايما بتساند استضافة بلادنا لكل الأحداث الرياضية الدولية وحريص على ده. الفترة الأخيرة شاهدنا ما شاء الله تنظيم بطولات كتير جدا، فالدولة المصرية بقيادة سياسية كمان حريصين على ده، وحريصين أن مصر تتواجد في تنظيم أحداث رياضية كبرى لحاجات كتير جدا جدا. ثالثا كيف يتقدم نادي لاستضافه المباراه النهائيه؟ ممكن يخرج تاني ماتش على طول اول مباراه يخرج. كيف يتقدم نادي لاستضافه المباراه النهائيه وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطوله، بل من الممكن ان يخرج من الادوار الاولى؟ لا يوجد شيء مضمون في كره القدم. كره القدم كوره، ممكن فرقه تبقى ما شاء الله وعادي تطلع بره تخسر، ده طبيعي، هي دي الكوره. رابعا الدور النهائي يقام من مباراه واحده منذ 3 سنوات في افريقيا، من 3 سنين في افريقيا. اتمنى ان يذكر اتحاد الكره ناديا واحدا في قاره افريقيا تقدم لاستضافة نهاية بطولة. بالطبع أعتقد يعني لا يوجد، لأن الاتحادات هي من تتقدم بطلبات الاستضافة. والتأكيد في خامسا، التأكيد في خامسا، هناك العديد من الاتحادات في الدول العديدة تتقدم لاستضافة المباريات النهائية ولا يوجد لهذه الدول أندية مشاركة في البطولات. نيجيريا كانت متقدمة ولم يكن لها نادي ممثل. السنغال كذا يعني طبعا هذا دليل قاطع على أن التقديم مسؤولية الاتحادات وليس الأندية. وفي أوروبا يحدث ذلك في أوقات عديدة، يقام النهائي في دول ليس لها أندية مشاركة في البطولة. زي ما قلت ده دور الدولة تحب تشارك
لانها بتجلب لبلدها انظار العالم كله. سادسا عندما استضافت مصر نهائي دوري الابطال، ارجعوا معايا حضراتكم بقى بالذاكره، عندما استضافت مصر نهائي دوري الابطال عام 2020 بين ناديين مصريين كلاهما لم يتقدم ولم يطلب تنظيم النهائي، اتحاد الكره هو الذي تقدم. وللتوضيح اكتر، كان في الدور قبل النهائي لهذه البطوله اربع فرق، اثنين من مصر واثنين من المغرب، وتم الاتفاق في حال صعود، لما بقى الاتحاد تحرك يعني هنعمل ايه، مصر ممثله والمغرب ممثله، فالاتحاد تحرك واتفقوا على او تم الاتفاق على حال صعود ناديين من مصر المباراة النهائية في مصر، وحال تأهل ناديين من المغرب تقام المباراة النهائية في كازابلانكا، وإذا تأهل نادي من كل دولة يتم إجراء قرعة، وذهبت القرعة في الوقت ده تم إجراءها بمعرفة الكاف وذهبت لمصلحة مصر. أيضا المغرب عندما استضافت نهائي البطولتين الأخيرتين لدوري الأبطال لم يتقدم أحد نادي، يعني أي نادي منها، الاتحاد المغربي هو اللي اشتغل، وده يعني شيء مقدر أو نقدره، هو اللي اشتغل، هو اللي تقدم للكاف بطلبات التنظيم، وهو عارف أن ممكن النادي بتاعه ما يوصلش، وفعلا النادي بتاعه ما وصلش السنة اللي فاتت، ووصل الأهلي وكايزر تشيفز مش النادي اللي بيطلب. سابعا، نص الخطاب الذي ارسله اتحاد الكره الى سياده الوزير، خدوا بالكم من النقطه دي كويس، نص الخطاب الذي ارسله اتحاد الكره الى سياده الوزير اشرف صبحي والموقع من السيد رئيس الاتحاد، اعتقد لما نقراه كويس انه سيكون فاصل في هذا الامر. نص الخطاب في ايه؟ الجزء اللي يهمنا، الاتحاد المصري بيقول ايه؟ استمرارا لدور مصر الرائد على المستوى الافريقي والدولي، فان الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في التقدم لتنظيم عدد من البطولات القارية. وذكر في الخطاب كل البطولات اللي جت في خطاب الكاف للاتحاد المصري، ولم يذكر الاتحاد في خطابه للوزارة طلب استضافة نهائي بدوري الأبطال. وهذا يؤكد أن اتحاد الكرة هو الذي يطلب التنظيم وليس النادي. ثامنا، إعلان الاتحاد المصري عن طلب أحد الأندية المصرية المشاركة في الكونفدرالية تنظيم النهائي، يجعلنا نسأل اتحاد الكرة من الذي أبلغه أن هناك تقديم طلبات من الأندية لاستضافة المباريات النهائية للمسابقات الأفريقية، مين؟ وفي هذا التوقيت بالذات هل تمت مخاطبة النادي أو تحدث معه مسؤول الاتحاد هاتفيا؟ كويس؟ وإذا كان هذا حدث لماذا لم يحدث ذلك مع النادي الأهلي؟ كمان نقطة إضافية أخرى، هو النادي يعني أي نادي عندما يحتاج النادي أي نادي أنه يخاطب السيد وزير الشباب والرياضة، أنا ما بروحش للاتحاد المصري، ما بروحش أنا للاتحاد المصري، أنا بروح لوزير الشباب والرياضة دايركت. هل هو في حاجة، يعني ده أتكلم عن النادي، هل هو في حاجة لمخاطبة اتحاد الكرة؟ أولا ده غير صحيح، كل الأندية من حقها تخاطب وزارة الرياضة مباشرة. تاسعا،
كل المسؤولين في الوسط الرياضي يعلمون انها وفقا للوائح اسف كل المسؤولين في الوسط الرياضي يعلمون انه وفقا للوائح عندما يرغب الاتحاد الافريقي في مخاطبه الانديه تتم المخاطبه عن طريق اتحاد الكره وهكذا كل الاتحادات مش بتكلم على الكره بس واتحاد الكره عندما تلقى خطاب التنظيم من الكاف يوم 19/1/22 لم يتم اخطار الاهلي لا كتابه ولا هاتفيا اذن لماذا يدفع الاهلي ثمن حجب معلومات لا يعلم عنها شيء عاشرا عايز استاذن الاستاذ حازم اللي انا تعبته معايا جدا في البرزنتيشن ديت ان يظهر على الشاشه الخطاب الذي تلقاه اتحاد الكره من الكاف يوم 19/1/22 والذي تضمن تنظيم كل البطولات وبجواره الخطاب الذي ارسله اتحاد الكره لوزير الرياضه والموقع من السيد رئيس الاتحاد بيطلب في تنظيم العديد من البطولات حضراتكم على الشاشه الكل يلاحظ ان اتحاد الكره طلب في خطابه تنظيم 5 بطولات وقام بحذف البند الاول الخاص بنهائي دوري الابطال الموجود في خطاب الكاف هل راى اتحاد الكره ان نهائي دوري الابطال نهائي دوري ابطال افريقيا اللي العالم كله بيبص عليه مش مهم او غير مهم مع العلم ان الاتحاد الافريقي وضع نهائي دوري الابطال في البند الاول اول بند لانها اكبر واهم بطوله افريقيه للانديه ونسال هنا سؤال اخر لماذا اتحاد الكره لم يرفق صوره من الخطاب الذي تلقاه من الكاف مع الخطاب الذي ارسله الى وزير الرياضه الاثنين مع بعض يعني انا رايي هو يا عم بس ده بقى لجنب الكاف بتحط ده طبيعي في المراسلات طبيعي وبالذات لما بتخاطب سلطه اعلى لما يكون في خطاب لسلطه اعلى تديها الامر واضح من كل الجوانب على الاقل لابلاغ الدكتور اشرف صبحي بكل مضمون الخطاب الذي وصل من الاتحاد الافريقي وان هناك فرصه لطلب تنظيم نهائي دوري الابطال في مصر نحن على يقين بان وزاره الرياضه لو كانت قد اطلعت على الخطاب لوافقت على استضافة المباراة وهو الأمر الذي تحدثت فيه بالفعل مع وزير الشباب والرياضة وأنه لو كان يعلم كان هينظم البطولة دي قبل أن أتطرق مع حضراتكم لطلباتنا بقى بخصوص اتحاد الكرة في الحقيقة برضو عادينا يعني لدينا 3 استفسارات الاستفسار الأول لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب الاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال مع أنه تسلم خطاب الكاف يوم 19/1/22 وتم إغلاق باب التقديم يوم 28/2/22 يعني بعد شهر 40 يوم تقريبا وعندما قرر اتحاد الكرة بعد 40 يوم عندما قرر اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف قام بالرد بعد أكثر من شهرين أو يعني 40 يوم ولم يطلب لا شهرين لأنه هو
شهر 28/2 واحنا ردينا في شهر 4 الجوابات، يعني اللي هي حسب الخطابات وتواريخ الخطابات. قام بالرد بعد اكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم بل طلب اقامه المباراه على ملعب محايد. الاستفسار الثاني، لماذا اتحاد الكره ظل يماطل مع اداره الاهلي 4 ايام وانا داخل في قضيه مع الكاس 4 ايام عشان اخد ورقه؟ لماذا اتحاد الكره ظل يماطل مع النادي الاهلي 4 ايام حتى يحصل على النادي على صوره من الخطابات المتبادله بين الاتحادين المصري والافريقي؟ وهذا حق اصيل، لو عارفين في اللوائح والدستور، هذا حق اصيل للنادي، وهذا حق اصيل للنادي وفقا لمبادئ الدستور المصري الذي يكفل حريه تبادل المعلومات بين المؤسسات. ولولا ان قام النادي بتصعيد الموقف للسيد وزير الرياضه ما حصل الاهلي على صوره من الخطابات التي كان في حاجه ملحه اليها في وقتها لبناء موقفه القانوني امام المحكمه الرياضيه الدوليه. الاستفسار الثالث، لماذا لم يحرص اتحاد الكره على استكمال ده الشغل بقى شغل اداري بقى، لماذا لم يحرص اتحاد الكره على استكمال ملفه لدى الكاف اسوى بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها واسند اليها تنظيم نهائي الكونفدراليه رغم استبعادها في بادئ الامر؟ طلبات النادي الاهلي بعد كل ما تم سرده، طلبات النادي الاهلي بخصوص ما حدث. السلام عليكم، انا اسف. طلبات النادي الاهلي بخصوص ما حدث من اتحاد الكره، سرعه انتهاء وزاره الشباب والرياضه من التحقيقات التي تجريها اللجنه العليا لبحث الشكاوي الخاصه بعدم الشفافيه والفساد. بين قوسين كده مش كلامنا، بين قوسين كده طبقا لما ورد الينا من وزاره الرياضه، ده الجواب اللي جالنا من وزاره الرياضه. احنا عايزين بقى سرعه، واعتقد الجواب قدام حضراتكم. هقولها تاني، سرعه انتهاء وزاره الشباب والرياضه من التحقيقات التي تجريها اللجنه العليا لبحث الشكاوي الخاصه بعدم الشفافيه والفساد طبقا لما ورد الينا من وزاره الرياضه، والوقوف على كافه الملابسات التي تمكن الجماهير المصريه من معرفه الحقيقه، واختار كافه الجهات الرقابيه في الدوله لاعلاء مبدا الشفافيه والنزاهه في كل ما يخص الصالح العام. الحاجة الثانية، المبادرة، احنا بنحاول نعالج اللي فات. الحاجة الثانية، مش احنا نعالج، انا اسف طبعا، بنحاول نحط رؤية. المبادرة من اللجنة الأولمبية المصرية بوضع آلية وقواعد فاعلة لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة والاطمئنان للقرارات الصادرة عن الاتحاد، وتحمي حقوق الأندية عند المشاركات المحلية والقارية، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف هذه الآلية، وبما يضمن الشفافية في معاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية. أخيرا، يحتفظ النادي الأهلي بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات المعنية تجاه كل الأطراف التي تسببت في إلحاق الضرر بالنادي، وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الشباب والرياضة بمعونة السادة القضاة الذين تم الاستعانة به. في النهاية، الحقيقة عندي بقى، أنا بقى عندي بعد إذنكم بقى طبعا، يعني مش أنا آسف للإطالة، يعني
بس في النهايه عندي مجموعه من الرسائل. الرساله الاولى: لسنا في خصومه مع الاتحاد الافريقي، ونحن لا نطالب الا بالعداله، وجميعنا في قاره افريقيا في مركب واحد، ولابد ان نطور من انفسنا ونتعاون حتى لا تتكرر السلبيات السابقه من اجل مصلحه الكره الافريقيه التي تستحق الافضل. الرساله الثانيه: نادي الوداد الرياضي او القائمين على التنظيم في المباراه النهائيه، نادي الوداد الرياضي نادي شقيق ونحن نقدره، وخلافنا ليس معه على الاطلاق، لكن انطلاقا من العلاقه الطيبه اللي بتربط او التي تربطنا مع كل الانديه المغربيه الشقيقه، نتحفظ على ما تعرض له الوفد الرسمي للنادي الاهلي اثناء دخول ملعب المباراه. الرساله الثالثه: دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كل الشكر على تعاونك معنا في هذه الازمه وحرصك على فتح تحقيقات عاجله لاستبيان الحقيقه. الرساله الرابعه: المهندس هاني بوريدة، نحن لم ولن نطلب الا العداله لكل الاطراف، ومصر فوق الجميع، ويجب ان نسعى جميعا من اجل الحقوق المشروعه للانديه والكره المصريه. الرساله الخامسه: جمهور النادي الاهلي، نحن نقدر مشاعركم الحزينه على خساره البطوله، ولكن وبعد غياب يمكن 7 سنوات على البطوله الافريقيه، نادي الاهلي لما بيكون عنده اخفاق في حاجه بيقفل على نفسه، بيشتغل بس، ما بيرغيش كتير، بيشتغل بس. واللي هنا بقى اللي طمنا، ان احنا حاولنا ان احنا نمشي في الطريق الصح ونشتغل بس. عشان كده تواجدنا والحمد لله في النهائي الافريقي عن جدارة 5 مرات من اخر 6 سنين، اعتقد لم تحدث لاي نادي تاني. لذا يجب الا نقسو على لاعبينا وجهازهم الفني والاداري والطبي، كلهم اشتغلوا، كلهم تعبوا، وكمان حققوا كثير من البطولات الفترات الماضيه. الاهم ان نستفيد مما حدث كلنا ونستوعب الدرس. وهنا جملة مهمة برضو لجمهورنا الحبيب، جمهورنا العظيم: لا تنسوا أن هناك من لا يسعده نجاحات ناديكم، لا تنسوا أن هناك من لا يسعده نجاحات ناديكم وبيعمل على ذلك. ناديكم محتاج ليكم ومحتاج مساندتكم اللي احنا اتعودنا عليها وتعودناها منكم. لدينا تحديات كبيرة وكتيرة، وانتوا السند في كل المواقف. جمهور الاهلي ده حماه، جملة معناها واضح. في النهاية مش عايز انسى ابدا، عشان كده مش عايز اذكر، لكن مش عايز انسى ابدا كل من ساهم مع النادي الاهلي. كان عندي ممثلا على مجلس الإدارة، كان عندي اتصالات على مستويات كبيرة جدا أثناء الأزمة دي، فبحكم منصبي علشان نتكلم في الأزمة دي. من هنا عايز أشكر كل مؤسسات الدولة المصرية، كل مؤسسات الدولة المصرية على سبيل المثال وليس الحصر، وأرجوك اعذروني لو أنا نسيت، الخارجية، وزارة الخارجية، سفراءنا، سافرنا في المغرب تعب معانا جدا جدا، بشكره جدا، بس من خلال وزارة الخارجية اللي هي قامة بدور كبير،
وزارة الداخلية، رجال الأمن، تأمين والاتصالات للتأمين، وزارة الدفاع نفس الشيء، وزارة الشباب والرياضة، وأنا قلت جزء مع السيد وزير الشباب والرياضة الحقيقة، وكل من ساهم في يعني كل من ساهم مع الأهلي ووقف بجوار الأهلي في هذه المرحلة. في النهاية أشكر حضراتكم جدا جدا على الحضور، أتأسف للإطالة، لو في أي استفسارات أنا تحت أمركم. شكرا. شكرا جزيلا موصول الكابتن محمود الخطيب على هذا العرض القيم اللي أضاء فيه الحقيقة الكثير من ملابسات هذه الأزمة وموقف النادي الأهلي مدعما بالأسانيد والوثائق المختلفة. هذا الموقف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه لا يقف فقط لأنه لا يقبل الضيم أو الظلم أو إضرار النادي الأهلي في حقه، ولكنه يقف لصالح القارة الإفريقية وكرة القدم الإفريقية وأجواء اللعب النظيف والعدالة فيها. من هنا كان هذا المؤتمر الصحفي الذي يأتي اتساقا مع موقف النادي الأهلي ومبادئه منذ البداية. فالشكر جزيل وموصول لحضراتكم على هذا التمثيل المشرف، هذا الحضور الكثيف. لدينا مجموعة من الأسئلة وصلتنا الحقيقة من السادة الزملاء وكبار الصحفيين الذين نرحب بهم جميعا. الزملاء الحقيقة قاموا بتصنيفهم طبقا للموضوعات. سأطرح على الكابتن محمود الخطيب مجموعة من هذه الأسئلة ليتفضل بالرد عليها. كابتن محمود، هل النادي الأهلي مستمر في دعوته أمام المحكمة الرياضية؟ زي ما شرحت قبل كده، النادي الأهلي مستمر طبعا مع تجديد الطلبات. هنستمر وهناخد الموضوع لنهايته، لان زي ما قلنا احنا بندافع عن مبدا وبندافع بس بننور نور كده على الاحداث اللي حصلت. يعني ما اعتقدش ان النادي الاهلي يعني نجح، ده قرار مجلس اداره. النادي الاهلي مستمر في دعواه القضائيه امام الكاس. طيب، سؤال آخر أيضا. لو سمحتوا يا جماعة، فضلكم لو عشان بس ما من فضلكم هنلتزم بالأسئلة المكتوبة، ولتزم بالأسئلة ولأي توضيح بعد كده هتلاقوه مع إدارة النادي أو مركز الإعلام، عشان مش أنا ببص الحاجات بيفكروني بيها فنسى أقولها يعني، فمش عشان ما ننساش حاجة تانية. تفضلوا. طيب، مجموعة أخرى من الأسئلة بتتمحور حول التالي يا كابتن محمود. الأهلي لعب النهائي في المغرب العام الماضي وفاز بالبطولة، وكان من الممكن أن يكون الطرف الثاني هو أيضا نادي الوداد الرياضي وليس كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. ما أسباب الاعتراض الذي حصل؟ مفيش اعتراض، احنا ما اعترضناش السنة اللي فاتت، لأن كان أعلن ملعب المباراة قبليها بشهرين تقريبا، يعني قبل ما حد يا حبيبي انت بتتكلم عليه مباراه بس كده اهدى شويه. السنه اللي فاتت يا كابتن قبل تحديد الاربع فرق. لا بعد تحديد الاربع يا سيدي، ايا كانت يا دكتور، قبل بعد المباراه اتلعبت من غير جمهور كمان، والنادي الاهلي ما بيعترضش. النادي الاهلي لو كانت تحقق له بطلبه ما كانش اعترض، فاهم؟ اتفضل. طيب، سؤال ايضا من الزملاء حول الاسباب وراء اختفاء الكوادر المصريه في الكاف او الاتحاد الافريقي من وجهه نظر كابتن محمود الخطيب. والله بص، انا كنت من الحاجات اللي كنت كاتبها في ورق يعني، بس كنت مش عايز اذكر اسماء علشان ما انساش حد، لكن انا بقول احنا كلنا كأفارقة مش كمصريين نتمنى دعم كوادرنا اللي عندها خبرات والناس اللي احترفت في دوريات أوروبا، زي مثلا هاني رمزي، أحمد حسام ميدو، حسام غالي، عبد الستار، أنا بس مش عايز أذكر أسماء، مش عايز أنسى أسماء،
مش بس كمان مصريين، لا ده عندك كوادر افريقيه كبيره جدا، عندك دروكبا وعندك ايتو وعندك رابح ماجر وعندك عبيدي بيليه وعندك اسامواجيان وعندك كانو، عندكم اسماء كبيره جدا نستطيع ان احنا نجيبهم ونسمعهم ونشوفهم، ودول احتكوا بالعالم اللي هم اقصى تطورا مننا، فممكن قوي يفيدوا في اللجان ويفيدوا في حاجات، فاتمنى دوت واحنا كنا بندعم ده الكلام ده اتمنى ان هو يتحقق يعني. طيب كابتن محمود الخطيب، بخصوص اتحاد كره القدم المصري تردد في الساعات الاخيره انه مجلس اداره اتحاد الكره ينوي او ينتوي الاعتذار للنادي الاهلي عن الخطأ الذي حدث بخصوص الخطابات المتعلقه بتنظيم دوري الابطال، يعني هل سيقبل الاهلي الاعتذار؟ يا جماعه زي ما قلت احنا بنتكلم على موقف، بنتكلم على موقف حدث او مواقف حصلت، احنا بنحترم الاتحاد المصري لكن احنا بنذكر مواقف وسلبيات رأيناها وشفناها وعشناها، فالمسؤول مسألة مش موضوع ان احنا يعني مين يعتذر ومين وده موضوع يعني يعني انا مش عارف، انا ما اقدرش ولا اقبل ولا ارفض. اصبح دلوقتي هناك من خلال وزاره الشباب والرياضه اصبح هناك في لجان تقول، فانا لازم يكملوا شغلهم في تقديري، لازم يكملوا شغلهم كويس، وطالما في تحقيقات حصلت في الموضوع او ابتدت تحصل في الموضوع فانا ننتظر، لكن لا داعي ابدا ان احنا نعتذر لبعض ولا حاجه، احنا في النهايه احنا زملاء وفي النهايه احنا يعني نحترم بعض جدا، لكن بتكلم على مواقف كان فيها سلبيات معينه. طيب في سؤال اخر ايضا او مجموعه اسئله كابتن محمود، بتقول مصر هي التي اسست الاتحاد الافريقي والنادي الاهلي هو اكبر نادي في افريقيا نادي القرن ايضا، لماذا لم يتم توجيه الدعوه لرئيس الكاف لزياره مصر والنادي الاهلي من اجل ان يكون في هناك حوار مباشر بعيدا عن الاعلام؟ نفس الكلام الحال الاستاذ سامي عبد الفتاح يعني بيسال بخصوصه عن الاليه اللي يمكن تنفيذ المطالب السته بيها في ضوء ضعف التواصل بين الاهلي واتحاد الكره والاتحاد الافريقي ورئيسه، هل هناك ضعف تواصل وحضرتك شايف ازاي؟ انا شرحت الموضوع يا جماعه، اعتقد شرحته كويس يعني، شرحته طبقا للتواريخ وطبقا للجوابات وطبقا لكل حاجه، لكن انا ما يعني الدعوه دي لو كانت دي اقتراح بالعكس انا برحب بيه جدا جدا يعني، يا ريت مصر تستضيف الاتحاد الافريقي والاتحادات الاخرى ونشتغل يعني، يا ريت يحصل هذا الامر، احنا كنادي اهلي لو طلب مننا حاجه في ده اعتقد احنا هنقدم كل امكانياتنا في هذا الامر ونتمناه يعني. طيب مجموعة أسئلة أخرى، يمكن الأستاذ شريف عبد القادر بيسأل عن الآلية تنفيذ الطلبات اللي النادي الأهلي طلبها، وأخيرا هو أقرب إلى مقترح من الأستاذ أبو الوفا الخطيب مدير تحرير الأخبار، بيقول ليه الأهلي ما يقترحش على اتحاد الكرة أن يخاطب الاتحاد الإفريقي من أجل تحديد ثلاث دول، يعني في حال عدم العودة لفكرة مباراة الذهاب والإياب فمن المبكر يعلن الاتحاد عن ثلاث دول يتم الاختيار بينها شريطة أنه ما يكونش فيه فريقين من هذا البلد يعني. برضه ده اقتراح يضاف للاقتراحات اللي احنا قلناها، واعتقد الـ 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 يعني من خلال المؤتمر ده اعتقد برضه ان احنا اي اقتراح يفيد، لان احنا كلنا زي ما قلت احنا كلنا افارقه، كلنا يهمنا القاره بتاعتنا، كلنا يهمنا ان احنا نتقدم، عشان كده اي اقتراح يضاف على اساس ان يكون هناك ما هو افضل للكره الافريقيه اعتقد كلنا بنرحب بيه. طيب سؤالي قبل الاخير يا كابتن محمود من الاستاذ علاء عزت، كان بيسال عن دور لجنه الانديه بالاتحاد الافريقي اللي حضرتك عضو فيها، هل كان لها اي دور في هذا الاطار او الكلام ده كان من اخر حاجه كان من سنتين وانا معتذر وانا مش موجود خالص في الموضوع ده. لا انا من زمان انا خلاص بقى لنا سنتين ما حضرناش طيب ما يقرب من سنتين يعني. هناخد سؤال اخير يا كابتن محمود بعد اذن حضرتك. الحقيقه الزميل فاضل بيقول ان النادي الاهلي نادي حضرتك سامعني؟ بس كفايه يعني هنكتفي اخر سؤال. لا بس يا لا مش فاهم، اتفضل. ما ينفعش يبقى في حد جه وسؤاله ما اتقالش، اتفضل. ما احنا الحقيقه صنفنا مجموعه الاسئله يا كابتن وخدنا منهم جزء يعني صحيح. طالما ناس وجدت وكتب سؤال نقوله. حاضر. النادي الاهلي ولا يفرق معاه اي بطوله.
وهو سؤال شخص شوية لأنه تردد كلام كثير مؤخرا، فعايزين حضرتك تطمنهم على صحة الكابتن محمود الخطيب. بصراحة كده أنا يمكن من حوالي 6-7 شهور أنا عندي ظروف صحية مش مظبوطة، والحقيقة برضو يمكن علشان العمل الكثيرة أو الفترة الفاتة دي كلها أنا مديش يعني ما سمعتش الطبيب المعالج في ان انا التزم ببرنامج علاج هو حاطه لي للارتباطات الكتيره اللي حضراتكم شايفينها على الساحه يعني. فاتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله احاول التزم بده شويه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. انا يعني الحقيقه يسمح لي الزملاء الاعزاء الافاضل بالاكتفاء بهذا القدر من هذه الاسئله اللي قمنا بتصنيفها وتوجيه. بس لا ثانيه واحده يا جماعه عشان السلام الجمهور. سلام الوطن. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للحديث عن كل الملابسات التي تعلقت بنهائي دوري أبطال أفريقيا ما قبل انطلاق هذا اللقاء الهام. ويعني كان مهم جدا أن الكابتن محمود الخطيب في بداية كلامه يؤكد أن قرار هذا المؤتمر كان قبل بداية المباراة وما كانش مترتب أبدا أبدا عن النتيجة أو على النتيجة، وكان الإعلان عن مؤتمر ده قبل المباراة ده كان أمر مهم. لكن في الحقيقة مؤتمر غاية في الأهمية كان لتوضيح كل الأمور وكل الحقائق، وفي الحقيقة مش عايز أقول إن هي مفاجآت لكن كلها كلمات وأحداث كانت هامة جدا وفارقة في التأكيد على عدم المساندة الفعلية، عدم المساندة الفعلية للنادي الأهلي ممثل مصر الأوحد في أهم بطولة للأندية داخل القارة الأفريقية. فلسه طبعا مستمر معايا يعني النقاد الصحفيين الكبار جدا الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري. عايز أخد تعليقك يا أستاذ جمال على مؤتمر الكابتن في البداية. زي ما أشارنا يعني أو كان تصوري أنا وتصور برضو الأستاذ محمود أن هذا المؤتمر هو لكشف التفاصيل الكاملة بعد نهاية الحدث، وكان معلن عنه من البداية يعني من بداية دخول الأهلي في هذه الأزمة. النادي الأهلي ومجلس إدارته وكابتن محمود الخطيب أعلنوا قبل المباراة والناس تقدر تراجع هذا الكلام طبعا. يعني احنا مش بنقول كده من عندنا يعني. كان معلن انه هيكون في نهاية الموضوع وعقب المباراة وانتهاء الأحداث في مؤتمر صحفي. يبقى إذن هذا يؤكد ان النادي الأهلي لم يكن قراره بعقد المؤتمر قرار انفعالي او مفاجئ. واكد برضو هذا المعنى امير انه كل ما اتقال النهارده في المؤتمر كابتن محمود الخطيب قاله يعني بمنتهى التأدب والتهذيب حتى مع كل من اساءوا وتصرفوا بشكل ده اسلوب الكابتن وتصرفوا بشكل انا عايز اقول انه في تعمد لدرجه ان في معلومه انه قبل المباراه تآمر. بس قبل تآمر. ايوه قبل المباراه بايام ظل النادي الاهلي زي ما ذكر الكابتن محمود الخطيب كلف الوزير العمري فاروق
نائب رئيس النادي بان هو يجري اتصال مع دكتور وليد العطار عشان يحصل على الجوابات اللي تساند قضيه النادي الاهلي في لجوءه الى الجهات القانونيه الدوليه. بالظبط. ومع ذلك تم تجاهل هذا الامر. ثم ارسل شخصيا الدكتور سعد شلبي اللي هو المدير التنفيذي للقاء المسؤولين في اتحاد الكوره. قال له اقعد هناك تعالى لي بالورق. ومع ذلك هذا كله يؤكد ولجأ اخيرا الى السيد وزير الشباب والرياضه اللي هو ضغط وهو اشاد الكابتن محمود بموقف الوزير اشرف صبحي من الضغط على اتحاد الكره لاخراج هذه الاوراق حتى يتقدم الاهلي بملفه اللي هو القانوني بشكل كامل او متكامل. فعايز اقول برضو انه هذا الاصرار من جانب الاتحاد المصري لكره القدم بين شاولتين كده الموقر يعني يدل على ان هناك سبق اصرار وترصد. ايوه بالظبط كده بصراحه. بالظبط. يعني انا مش عايز اقول الدلائل كلها بتقول يعني كده يعني انت غلطت ماشي اخطات. لو كان هناك حسن نوايا يبقى تعلن الحقيقه من البدايه وعلى الاقل ما تحاولش انك تدخل الاهلي طرف في الاخطاء اللي انت وقعت فيها. وكل ما ذكر الكابتن محمود قاله على مستوى المباحثات ومستوى تنظيم هذه المباراه يؤكد ان النادي الاهلي ليس مطالبا بان هو يطلب تنظيم. دي حاجه مش موجوده في اللوائح اصلا يعني أصلاً. بالورقه والقلم بالورقه والقلم كل هذا الامر يصب داخل اتحاد الكره المصري اكيد. طيب استاذ محمود اللي احنا شفناه ده او كل الاحداث اللي عرضها الكابتن محمود الخطيب النهارده ان دلت تدل على وقائع مصحوبه بفضائح من الاتحاد المصري تحديدا لكره القدم. الاتحاد المصري موقر لو سمحت. رايك يا استاذ محمود في اللي حصل؟ رايي انه ده الحق والباطل يعني الامور واضحه مش محتاجه كلام اكتر من كده. هو بس انا بقول الكابتن محمود الخطيب راجل محترم جدا بامانه شديده في زمن على ما يبدو فيه يعشق فيه البعض الصوت العالي والعبارات الجامده جدا بتعمل لها حساب. لكن دايما المؤدب عندما يتحول الامر انه يصف الانسان المؤدب بالطيب وان الطيب بيتقال عليه حقه وحقه بالتاكل. لكن حق الاهلي لن يؤكل طالما وراءه مجلس اداره وراءه جمهور بالملايين واعضاء بالملايين. بامانه شديده شيء مؤسف ومحزن أن يصل بنا الحال إلى هذه الحال أن تحارب في وطنك من اتحاد بلادك أن يخطط لك ويكاد لك بهذه الصورة. وأطالب مجلس إدارة الأهلي في النقطة الأخيرة التي تحدث عنها الكابتن محمود أنه يحتفظ الآن الأهلي سيحتفظ بحقوقه وباللجوء إلى الجهات المعنية أطالب بمقاضاة اتحاد الكرة ومسؤوليه بأقصى سرعة للحفاظ وإيضاح الحقيقة الكاملة وأن من ارتكب هذا الجرم لابد أن يحاسب. انت انا شعرت وكابتن يحكي الجزء بتاع اتحاد الكوره شعرت بحاله من الخوف. بمعنى حاله من الخوف عندما النادي الاهلي بحجم وقيمته الكبيره جدا عندما يطالب بحقوقه رئيس الاتحاد يقول له احنا بعتنا للاتحاد الافريقي وهاني المهندس هاني بريده رد الكلام ده مش صحيح ويقول لك احنا الاثنين صح وبعد كده احنا الاثنين صح. دي فلسفه جديده على فكره في مرحله 2022 احنا الاثنين صح. اللي يزيدك رعب أن يرسل نائب رئيس النادي الأهلي والمدير التنفيذي للنادي الأهلي للحصول على الخطابات التي ظل وليد العطار وجمال علام يماطلان الأهلي فيها مدة 4-5 أيام حتى ضاع الحق في المحكمة الرياضية معكش مستند إلا أن تدخل وزير الشباب والرياضة المحترم في الوقت المناسب وسمح بإعادة هذا في حد ضغط عشان ضغط هذا في حد ذاته أمر في غاية الخطورة. ده هي كوارث. هل الأهلي بقيمته الكبيرة جدا يتحكم في مصير أمثال هؤلاء الأقزام الذين لا أحد يعرفهم ولا قيمة لهم أن يصل لحد أن يتعامل مع الأهلي بهذه الصورة؟ الأهلي ليس مجرد نادي، الأهلي مؤسسة. اسمعوا وتعلموا من يتحدثون عن النادي الأهلي مش هنا برا. شوفوا الناس بتتكلم بتقول إيه. اسمعوا شوفوا الناس بتقول إيه يا جماعة إذا كنتوا مش فاكرين. إذا كان حسابكم كلها حسابات مصالح مع جمعيات ومراكز شباب وأندية أنتم بتستفيدوا منها، لا
ده امر في غايه الخطوره. طيب استاذ طالب، وهو طالب يا رئيس وزير الشباب والرياضه باظهار الحقيقه في اللجنه القضائيه التي تم ارسالها لعنان رسميه من المتسبب ومن المسؤول عن ما حدث. هقول لك انا اخر التطورات بخصوص اللجنه اللي نزلت الاتحاد المصري الوزاره. هقول لحضرتك اخر التطورات والتوصيات الخاصه بتقرير اللجنه، بس هروح الاول سريعا لمريم سميح زميلتنا العزيزه بمقر النادي الاهلي بالجزيره مع الاستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي الكبير عقب انتهاء احداث هذا المؤتمر الصحفي. نسمع مريم، اتفضلي يا مريم. و20,000 في الخاص بأزمة طبعا نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ما بين الأهلي والوداد، وأكيد طبعا يعني استعرض كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدد من النقاط الهامة جدا بخصوص عدد من الخطابات أكيد، ويعني يمكن فكرة كمان خطاب مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وأيضا مع الكاف وأيضا مع عدد كبير جدا من الجهات المختصة بخصوص هذه الأزمة. وبيسعدنا طبعا يكون معنا في هذه اللحظات الأستاذ الناقد الرياضي الكبير الأستاذ شريف عبد القادر. طبعا بنرحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية حضرتك أكيد كنت موجود منذ بدء فعاليات المؤتمر الصحفي، شفت أكيد أنه أكيد النادي الأهلي مش بيتطرق لفكرة عقد مؤتمر صحفي إلا في الضرورة القصوى. رأي حضرتك إيه في عدد من النقاط التي أثيرت اليوم في هذا المؤتمر؟ بالتأكيد المؤتمر كان كاشف لحقائق لم تعلن في السابق، بخلاف الحقائق اللي أعلنت، سواء الخطاب اللي راح من الاتحاد الافريقي من الاتحاد المصري لوزاره الشباب الرياضي ولم يتضمن تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا. التفاصيل بقى اللي دارت، تعنت الاتحاد المصري في ارسال الخطابات الرسميه اللي بينه وبين الاتحاد الافريقي لدعم ملف النادي الاهلي في المحكمه الرياضيه. كل دي اشياء كانت واضحه وكاشفه في المؤتمر الصحفي والتصريحات اللي قالها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي. بالتأكيد واضح ان يعني الجملة اللي قالها الكابتن محمود الخطيب، هناك اشخاص لا يسعدهم نجاح النادي الاهلي. للأسف الشديد الاشخاص دول اجتمعوا على ان النادي الاهلي يحرم من لقب كان في المتناول، بعيدا عن ان الاتحاد الافريقي قرر انه ينظم المباراة للمرة الثانية في المغرب، طريقة أو توقيت الإعلان عن التنظيم عقب المباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بين الوداد وبترو أتلتيكو. كل دي أشياء اتضحت من خلالها أن كان في تقصير واضح، مش عايز أقول زي ما اتقال في الخطاب اللي طلع من وزارة الشباب والرياضة ببدء التحقيق في ما حدث من الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال فيه ان هو في تقصير وفساد، ودي ازمه كبيره جدا ان يتم اخفاء خطابات او ان يتم اخفاء معلومات عن الانديه اللي مشاركه في البطولات او اللي مشاركه في تنظيم فعاليات او الى اخره. ده شيء يندرج تحت بند الفساد الاداري. مش عايز اتهم حد بعينه، ولكن واضح من خلال التفاصيل اللي قالها والحقائق اللي ابرزها الكابتن محمود الخطيب ان هناك فعلا شبهه فساد في هذا الملف ويجب محاسبه المسؤول عنه. استاذ شريف، بعد كشف هذه الحقائق وبعد ما زي ما حضرتك قلت طبعا اكيد كشف التقصير وهذا الفساد، تتوقع ان يكون في ردود افعال من الكاف، من الاتحاد المصري لكره القدم وجميع الجهات اللي تم ذكرها في المؤتمر الصحفي النهارده؟ بالتاكيد طبعا، بالتاكيد طبعا، وواضح من توجه وزاره الشباب والرياضه بالتحقيق في هذا الملف بان في فعلا هيبقى في رد فعل، ورد فعل قوي، خاصه وان دي مش الازمه الوحيده، يعني مش الأزمة الوحيدة، شفنا أزمات كتير خلال الفترة الماضية في ملف إدارة كرة القدم المصرية على مستوى المسابقات المحلية، على مستوى المنتخبات، وللأسف الشديد بنسير من سيء لأسوأ في هذا الملف، فبالتأكيد هيبقى فيه رد فعل. الجزء المهم هو طلبات النادي الأهلي واللي هيتقدم بيها الاتحاد الأفريقي كمقترح بعودة البطولة لنظام القديم ذهابا وإيابا للمباراة النهائية، بالإعلام بشفافية، حتى لو أقيمت بشكل نهائي من مباراة واحدة أن يتم تداولها بين الدول الأفريقية، ما تبقاش محدودة على دول بعينها. كل دي طلبات يجب أن أخذ بالاعتبار فيها ويجب أن يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.
بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا على شاشة قناة نادي الأهلي. شكرا شكرا يا فندم، شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر بعد او عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص ب يعني ازمه نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا مستمرين معاكم في لقاءاتنا. نشكرك يا مريم، شكرا جزيلا. طيب خليني بقى اقول لحضراتكم، يعني هو خبر او معلومه، خلينا نقول معلومه وفي انتظار الخبر الرسمي من وزاره الشباب والرياضه. اللي حصل من اللجنه اللي نزلت للتفتيش او للتحقيق في الاتحاد المصري لكره القدم من قبل وزاره الشباب والرياضه على مدار 48 ساعه متواصله، تم فيهم ارسال بعض الاسئله او توجيه بعض الاسئله للمديره التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، اللي رد عليها باجابات غير يعني منطقيه وغير موضوعيه ويعني ملهاش اي لازمه في الحقيقه. فاللي هيحصل دلوقتي، اللجنه كتبت تقريرها أول امبارح لغاية الساعة 4 العصر. التقرير تم رفعه لمكتب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة اللي بدوره بيرفعه لمكتب معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أبرز الكلمات التي كتبت في هذا التقرير، أول حاجة الاتهام بالإهمال والتقصير لمسؤول بعينه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب توصية اللجنة إيه؟ التوصية بالتحويل للنيابة الإدارية، بتحويل هذا الموظف للنيابة الإدارية. دي معلومات أنا بقولها لحضراتكم ودي مجرد توصية. هل الوزير مجبر أن ياخد بالتوصية دي؟ لا. الوزير هيعمل إيه؟ أقرب المستشارين للوزير هو المستشار القانوني للوزارة، هيتم التشاور وفي الآخر هيتم اتخاذ القرار الأنسب طبقا لرؤية معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. أنا بقول لحضراتكم بعض من الكواليس التي تحدث الآن أو على مدار الساعات الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة، لكن في توصية من أعضاء اللجنة بتحويل موظف بعينه للنيابة الإدارية طبقا لما حدث وطبقا للتحقيقات داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب تعليق حضرتك على الكلام اللي أنا قلته، المعلومات دي؟ ما ده خلاص، ما يعني احنا نتمنى دلوقتي، انت بتقول انه الوزير ممكن ياخد بالكلام ده او ما ياخدش. طب ما هو عامل لجنه ليه؟ هو عامل لجنه بس هو انا بقول اللي بيحصل او اللي ممكن يحصل باقي. ايه لكن في نفس الوقت هو عامل لجنه، لابد لابد ان هو يحترم ما انتهت اليه اللجنه. لا ويا لجنه على مستوى عالي، لجنه على مستوى ولجنه فيها مجموعه من المستشارين. كون ان اللجنه تدين هذا الشخص وهذا المسؤول وبالإهمال والتقصير وقرار إحالته للنيابة الإدارية، أبسط قرار مش إحالته للنيابة، ده هو تجميده في وظيفته ومنعه من تعيين حد آخر. العملية لا تنتظر أنه كمان يتشاور. أتمنى أنه الدكتور أشرف صبحي ياخد قرار ويكون دي من القرارات اللي على المستوى، لأنه بأمانة شديدة هو هيتحمل عبء المشهد اللي احنا شايفينه وتراجع يعني كرة القدم على وجه الخصوص في المرحلة الحالية اللي احنا بنتكلم فيها. لكن أنت النهاردة المؤتمر بأمانة شديدة، لا ده في كلام في منتهى الخطورة طبعا، ده في كلام، ده هو الكابتن خطيب هعود واكررها، بقول لك كابتن خطيب نموذج في الادب والاحترام. يعني ده لو في حد تاني بعد احنا ورجعنا لورا تاني لورا كنا هنقول كلام الناس كانت موجوده، كانت في ناس مش هتطلع من بيوتها. يا جماعه ما ينفعش الاهلي يتعامل معاه كده. لما يتعامل مع النادي الاهلي هذا الموقف المخزي بامانه شديده وهذا الاهمال وهذا التقصير والنوايا الغير صادقه على الاطلاق، ان يتم حرمان بطل مصر، حرمان مصر من بطوله مهمه. سيب النادي الاهلي، سيب النادي الاهلي على جنب وخليك في جزئيه، انت حرمت مصر من بطوله. انت حرمتنا من لقب وحرمتنا من ان احنا يبقى عندنا ان احنا وصلنا للقمه في المستوى. انت خليت اللعيبه، شوف انت ايه خساره كاس امم افريقيا، خساره كاس مباراه فاصله كاس العالم، خساره نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني يخلي عندك رحمه. لا لا مش فارق يعني معاك. يعني حتى لو اتلعبت المباراه على ملعب محايد، خسر الاهلي او كسب، ادين ايه ادين عملنا اللي علينا. يعني بناخد بالاسباب والتوفيق عدم التوفيق، دي حاجه بتاعت ربنا. يا جماعه لن ينصلح حال الكره في مصر الا اذا اختفت الالوان. المن يديرون الكره عليهم ان يضعوا الالوان جانبا وان يكون يعني بصوا شوفوا اتعلموا من فوز الاقجع عمل ايه ومن غيره، ومن طارق البشماوي قبل كده عمل ايه ومن غيره. يعني انتوا بتشتغلوا لصالح مين؟ عاوزين نفهم يعني مين الاهم، النادي الاهلي ولا بيراميدز؟ عاوز افهم النادي الاهلي ولا بيراميدز يا جماعه؟ مع كامل احترام البيراميدز من حقه، لكن يعني تبلغته بالتليفون النادي الاهلي لدرجه نفسك مش مطوعاك انك انت تبلغه؟ ده بيقول لك دوس على زرار وابعت واخلي المسؤوليه منك. لكن بامانه شديده
لا في كلام كتير جدا، امر مغزي، امر مغزي في الحقيقه من الاتحاد المصري لكره القدم. سريعا قبل ما اطلع الفاصل يا استاذ جمال، تعليقك ايه على المعلومه اللي قلناها من شويه بخصوص التحويل النيابه الاداريه والتوصيه، يعني توصيه من اللجنه، رايك ايه في القرار ده وايه المطالب به الوزير؟ هي طبعا اللجنه من ضمن صلاحياتها انها تصدر توصيه، ده طبيعي طبيعي. والطبيعي برضو ان شاء الله السيد وزير الشباب والرياضه هيؤكد على توصيه هذه اللجنه، لانه الوزير مش من حقه ان هو ياخد قرار غير بناء على تحقيق. فهو وزير الشباب والرياضه اخذ الطريق الطبيعي، شكل لجنه على اعلى مستوى من المستشارين لمتابعه هذا الامر، اللي هو ده هو مهتم جدا بالموضوع. ليه بقى؟ يعني ليه بقى؟ لانه هو قبل ما ياخد قرار هو برضو يسعى الى العداله طبعا، ان هو الراجل عاوز يشوف حقيقه أكيد الامر أكيد. ايه، وانا بعتقد ان الدكتور اشرف صبحي لن يكون له مصلحه غير في اقرار الحق، وهذا هو الطبيعي. واعتقد انه الموقف مش هنستبق يعني، لكن او مش هنزايد عليه، لكن هو 100% الاجراء التالي ان هو هياخد قرار اكيد لازم على طبعًا. طول طبعا على طول سريع وسريع، لازم يكون سريع بايقاف والتحقيق من قبل النيابه الاداريه مع المسؤول الذي اخفى وتلاعب بكل هذه القضيه. بالظبط، دي امور غايه في الاهميه. هروح لفصل سريع، بعد الفصل لسه هنكمل كلامنا. استنوا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. لسه طبعا ردود الافعال مستمره عقب انتهاء مؤتمر الصحفي الخاص بالكابتن محمود الخطيب. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق ولقاء هام مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يلا يا توفيق. مساء الخير الزميل العزيز امير هشام، تحياتي ليك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، سعدنا يكون معانا استاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. استاذ طارق برحب بحضرتك في البدايه، كعاده النادي الاهلي دايما نادي كبير، نادي مبادئ، بياخد القرار المناسب في الوقت المناسب بعد انتهاء البطوله، ولكن النادي الاهلي زي ما اعلن الكابتن محمود الخطيب النهارده بيسعى مش بس لمصلحه النادي الاهلي ولكن لمصلحه الكره الافريقيه بشكل عام. وهو ده العنوان اللي كان يعني عنوان المؤتمر نفسه، من اجل الكره الافريقيه. النادي الاهلي قدره حاجتين، ان هو دايما معود جماهير ان هو يفوز بالبطولات، وان هو دايما هو قدره ان هو بيلعب على البطوله دايما، وده قدر النادي الاهلي. والحاجه الثانيه قدره ريادي في الكره الافريقيه والكره المصريه، فما كانش ينفع يحصل كل المواقف اللي حصلت والملابسات اللي متعلقه بازمه نهائي افريقيا من غير ما يحصل توضيح من النادي الاهلي من خلال كابتن محمود الخطيب. وده برضو اللي هو اقره مجلس الاداره وقت ما كنا بنبحث موضوع أزمة النهائي، إن في مؤتمر هيتعمل هيوضح فيه كابتن محمود الخطيب كل الحقائق والملابسات بغض النظر عن نتيجة المباراة سواء سلبية أو إيجابية. النادي الأهلي دايما بطل، إحنا جمهور النادي الأهلي، إحنا مجلس إدارة النادي الأهلي واحد من الجمهور بيحزن لفقدان أي بطولة. وفي نفس الوقت بعيدا عن الرياضة اللي هي فوز وهزيمة، كان يهمنا جدا توضيح كل الأمور اللي حصلت لصالح الكرة الأفريقية ولصالح الرياضة المصرية، سواء اللي حصل من في إدارة القصة كلها من خلال الاتحاد الأفريقي أو اللي حصل داخل مصر من خلال اتحاد الكرة. هو الواحد اللي بيعمل فيه إن أي حاجة تكون فيها ملابسات قصور أو غيره أو الكلام دوت، إن يحدث التحقيق اللي هو معالي وزير الشباب والرياضة طلبوا أن يحدث التحقيق، وأن أي مقصر يتم الحساب. هو ده يتم محاسبة أي مقصر، لأن في النهاية هو ده اللي بيضمن بعد كده أن الأمور تتم بالمصداقية المطلوبة ولحماية الكرة المصرية. الكرة المصرية تستحق أكثر من كده بكتير. النادي الأهلي بتاريخه وعراقته وتمثيله المصري في كل المحافل يستحق الدعم دايما من المسؤولين عن الرياضة في مصر، والكرة الأفريقية برضو تستحق أنها تكون في مكانة أفضل وأفضل زي ما عرض كابتن محمود الخطيب في المؤتمر. استاذ طارق، كانت رسالة مهمة جدا من كابتن محمود الخطيب النهاردة لكل جماهير النادي الأهلي، وطبعا باسم كل أعضاء مجلس الإدارة لجمهور النادي الأهلي، محتاجينكم وإحنا هنشتغلوا بس عشان نساعدكم في الفترة الجاية. طبعا جمهور النادي الأهلي هو دايما هو السند والداعم لكل المنظومة الأهلوية،
الحمد لله اشتغلنا في الملف ده، تم ادارته بكل احترافيه من خلال مجلس اداره النادي الاهلي بالتعاون مع شركه الكره، وده الخط اللي رسمه كابتن محمود الخطيب من اول لحظه في التعامل مع الازمه دي. وما كانش ينفع عرض كل الملفات اثناء الازمه، اثناء الفتره بتاعه الازمه، عشان التركيز على مباراه النهائي، لان من اول يوم واحنا قررنا ان هو قرار مجلس اداره النادي الاهلي نلعب المباراه، فكان لازم برضو كما وعد كابتن محمود الخطيب وزي ما طلع من قرار مجلس الاداره من اول لحظه ان احنا هيكون في مؤتمر يتم توضيح فيه كل الحقائق. والمؤتمر الحمد لله تم النهارده، وعرض كابتن محمود الخطيب كل حاجه، وفي نفس الوقت اللي الواحد بيامل فيه مبدا المحاسبه، اي مقصر يتم محاسبته، عشان ده يبقى بعد كده عنوان لاي حاجه بعد كده، ان يكون فيه، لان ده سيتويشن او موقف يهم مصر كلها ويهم الكره الافريقيه، اي مقصر فيه سواء من داخل مصر او من الاتحاد الافريقي يتم محاسبته. شكرا استاذ طارق، بنشكرك ودوم التوفيق باذن الله. امير، ده كان لقاءنا مع استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واتكلم فيه عن كل اللي حصل في المؤتمر الصحفي النهارده. يظل دايما النادي الاهلي في المقدمه ويظل دايما رقم واحد. الكلمه ليك يا امير، ومتواصلين في مزيد من اللقاءات باذن الله. بشكرك توفيق، شكرا جزيلا. اللقاء كان مهم مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هنا السؤال يا استاذ محمود، الناس بتحاول تفسر، طب ماشي شالوا بند نهائي دوري ابطال افريقيا، ليه شالوا بند نهائي دوري ابطال افريقيا بتاع النساء؟ هل عشان التشابه ما بين مثلا ان هو ده نهائي دوري ابطال افريقيا وده نهائي دوري ابطال افريقيا، فلو حطوا بتاع النهائي النسائي ده فيقول لك امال فين الرجال؟ ما هو خد يعني، هل ده ممكن يكون مبرر؟ لا يعني بنحاول نطلع اي مبرر يا جماعه والله العظيم، لان الموضوع غريب جدا. لا لا لا، هي هو الاتحاد الافريقي اللي رتبهم مش رقم واحد واهم بطوله وعروسه البطولات هي دوري ابطال افريقيا طبعا، البطوله الاقوى والبطوله الاهم الشامبيونز ليج. التصرف اللي يكشف عن حجم الغباء، لا والجرم، لا لا لا، ما يكشف عن حجم الغباء والحقد. ربنا فضح فضح المشهد. انت خدت يعني بعت الخمسه ونسيت البطوله الاهم، وبعت كمان يا اسكى اخواتك بعد ما المعدة اتقفل، يعني البدايه اتقفل 28 فبراير، انت بعت 14/4. لا انا عاوز افهم بس، نفسي اسال سؤال، يعني اللي عامل كده يعني ايه هو الهدف انك تبعت الجواب ده لوزاره الشباب والرياضه؟ عشان يبقى بعت وخلاص. احنا قلنا ايه؟ انا بثبت ايه؟ موقف ده كارثه. لا ده وهو بيثبت موقف اخطا. أيوة خطا جسيم. ايوه الموعد طبعًا. الموعد انا ده كارثه طبعا. انت كده حرمت مصر، ما حرمتش الاهلي، انسى الاهلي خالص دلوقتي، طلع الاهلي بره المشهد. انت خلاص حرمت البلد. انت عندك 10 بطولات دوري ابطال افريقيا، وعندك 5 زمالك، وعندك واحده اسماعيلي، ها؟ يعني عندك 16 ودي 17. خلاص مجموع كل الانديه افريقيا ما خدتش 17، يعني كل الدول ما خدتش 17. ايه الهدف؟ يعني ليه البعض بالفعل زي تعبير الكابتن ما قال انه البعض بيتلذذ بحرمانك. عاوز يفشلك، عاوز يحرمك، هو مش مشغول ان هو يطور نفسه بقدر ما هو مشغول ان انا ازاي احط لك العراقيل وان انا احرمك من حق. بامانه شديده ده جرم ويستحق بامانه، وما زلت هنتمسك بالموضوع ده، انه لابد من يعني موقف سريع وحاسم من الدكتور اشرف صبحي، وانا عندي ثقه فيه على المستوى الشخصي، واعرف انه راجل يعني مساله الالوان عنده مش موجوده، بحاله المسؤول بعد القرار بعد الاستلام من تقرير اللجنه بيخافوا وعزله من منصبه ومحاسبته، وانه النادي الاهلي عليه انه يكمل في القضاء في كل القضاء طبعًا في كل من تحمل، واعاده النظر في من يدير مع كامل احترام. يبقى جد اللي بيديروا اتحاد الكوره، يعني المسؤولين اللي بيديروا اتحاد الكوره، يعني هل هم راضيين عن كده؟ هل يجوز النادي الاهلي يطلب بحقه يقعد يتم المطلب فيه 5 ايام؟ بقول لك اديني صوره الجوابات، تقعد تمطل النادي الاهلي؟ هم لما الاهلي يعمل معاه كده، امال الباقيين هتعمل معاهم ايه؟ يعني عاوز يعني عاوز يعني يعني يا جماعه من اضغطوا الاهلي عشان يقع في الدوري، ومن اخفي الجواب بتاع الفيفا بتاع ايقاف فترات القيد، ده امر لا 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 بامانه شديده، لا ده لازم من موقف الناس دي لابد ان تختفي من الصحه الرياضيه. والوزير في الحقيقه شديدة. الوزير في الحقيقه مطالب بالاعلان عن نتائج سريعه للتحقيقات، ده امر مهم جدا عشان بصراحه الموضوع
في الكثير والكثير من السلبيات والمؤامرات على النادي الأهلي بوقائع وبأدلة وأوراق موثقة. يعني الموضوع مش محتاج أكتر من كده. طيب أستاذ جمال، بالتحديد عايز أتكلم على مقترحات النادي الأهلي ورؤية النادي الأهلي المستقبلية للقارة الأفريقية أو البطولات الأندية الأفريقية اللي قالها الكابتن محمود الخطيب. رأيك فيها إيه؟ وكان أبرز يعني اقتراح فيها أو أول اقتراح هو أن عودة نظام البطولة للسابق بين المباراة. أنت قريت أفكاري بقى ولا؟ والله كنت هتتكلم في النقطة دي؟ والله كنت هتكلم في النقطة دي. لأن اللي إحنا بنقوله وبنأكد عليه أن النادي الأهلي مش عامل مؤتمر عشان يبكي على حاجة ضاعت. خلاص اللي حصل حصل بالظبط. لا وبارك وبارك للوداد. طبعا بارك للوداد طبعا لانه ليس طرفا في هذه الفضيحه يعني. لكن عامل المؤتمر ده كمان لاعاده النظر في نظام البطوله وهي كانت واضحه قوي اكتر. سيبك من قصه عوده الذهاب والاياب مش بس لا عدم وجود لائحة خاصة طبعا ده أمر مهم جدا بهذا النهائي. لابد أن يكون هناك لائحة، يعني بمعنى أن اللائحة دي تحدد كل جوانب المتعلقة بالنهائي. يا إما يرجع ذهاب وإياب، يا إما تحط بند أساسي أنه لو هتتعمل مباراة واحدة يبقى لها نظام بالزبط. ما تتعملش بقى معلش يعني دي كده معمولة اشوف الفريق الاقرب ايه واوديه معموله يعني سوري يعني بطيخي يعني يعني انا بجيبها تعبير يعني ده يعني انا مسؤول عن كلامي ان هو يعني نستنى ونبقى نعلن لما نعرف مين اللي هيبقى النهائي. طب يعني انت فاهم قصدي ملهاش نظام. والكابتن محمود استشهد بنظام البطوله الاوروبيه اللي هو اللي بينظمها الاتحاد الاوروبي اللي هي بطوله دوري ابطال اوروبا بالزبط. معروف من بدايه البطوله ها وقد يكون قبلها بسنتين ثلاثه كمان بطوله 25 معروفه بتلعب فين انها تقام في مكان معين. ففي هذه الحاله ما حدش يقدر يطلع يقول لك اشمعنى، ما حدش يطلع يقول لك انت منحاز. وبعدين النقطه المهمه في هذه الاقتراحات ان المجلس انه النادي الاهلي النهارده وكابتن محمود الخطيب بيقول انه يجب يعني تلميح كده واضح يجب على الاتحاد الافريقي ان يكون اب لكل الانديه وكل الاتحادات. لا يصح يعني احنا حيينا فوزي لقجع لان هو يتعاطف مع فريقه او مع بلاده. لكن بحاول يهيئ لهم العوامل يعني. لكن على فكره هذا لا يجب ان يكون مفروض. يعني احنا حيناه بشكل ودي، انما انا لو انا مصري ورئيس الاتحاد طب الراجل متسبي مثلا، طب ما هو رئيس الاتحاد ليه ما تعاطفش مع جنوب افريقيا مع اورلاندو صن داونز اورلاندو لا اورلاندو بايرتس لما اورلاندو بايرتس الطرف الثاني في المباراه اللي هي معناها الكونفدراليه كان المفروض يبقى البطوله النهائي يبقى فين يعني في جنوب افريقيا على الاقل يعني هل يصح ان الراجل الجنوب افريقي يبقى اكثر فير وعداله مننا كعرب؟ لا انا ضد هذا الكلام. وانا على فكره عمري ما طلبت من المهندس انا بريده انه ينحاز. لا احنا مش عايزين اي انحياز خالص، عاوز حقك يا ريس بالظبط، عايز عداله. كل اللي انا عايزه لما تلاقيني هتظلم لا اقف. مش هقولك يعني انت ما بقولكش هات لي حاجه مش حقي، لان النادي الاهلي قادر على انه يلعب زي ما قلنا يا اما تلعب ذهاب واياب فيبقى عندك اللعب النظيف ده موجود فرصه عندي وفرصه عند المنافس اقدر انا ارتبها، يا اما تلعب في ملعب محايد ويا اما تبقى محدد الملعب قبل بدايه البطوله. قبل القرعه يا رجل. يعني عايز اقول ايه؟ انه النادي الاهلي يا استاذ محمود مش طالب حاجه ريشة على راسه ولا تميزه. النادي الأهلي طالب حفظ حقوق اللعب النظيف وتكافؤ الفرص. وبعدين اللعب النظيف ده يتحقق بكذا طريقة. أول حاجة زي ما قلنا يتلعب ذهاب وإياب، يتلعب في مباراة واحدة في ملعب محايد، يتلعب في الملعب اللي انت عايزه بس تقول لي من الأول ها. وبعدين سوري يعني اللي بوظ الدنيا خالص بقى
كمان موقف الاتحاد المصري. بس هو ده اللي وصلك الى ان تخدع. يعني انت رايح وانت مخدوع ومضروب خنجر في ظهرك من جوه. صح. هي الخيانه. هقطع على حضرتك سؤال. اتفضل. هو النادي الاهلي في النهائي مع كازر الشيف المباراه قمت فين؟ في المغرب. مش كانت معلنه من قبل ولا كانتش معلنه؟ ايوه كانت معلنه. الاهلي عمل اعتراض؟ لا 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 زمان. وكان الترتيب ان الوداد هيوصل ايه؟ النهائي. للمباراه النهائيه يا باشا. خلاص يا ريس. وخسر الوداد من كازر الشيف في ملعبه 1-0 وتعادل في جنوب افريقيا 0-0. لا عايز افكرك. انا عاوز اقول لك ان عشان ده تبريع ساحه الاهلي. لا السوبر الافريقي اللي اتلعب في جنوب افريقيا هل اعترض الاهلي على اقامته في ملعب محايد؟ لا. اللي هو خارج مصر خالص. مع ان كان هو والزمالك. يعني عايز اقول انه انت وفر قواعد اللعب. ما هو يعني ايه لعب نظيف؟ يعني توفر العناصر اللي هي العداله ما بين الفريقين. العداله بين الفريقين ايا كانوا هم ينتموا لايه في النهايه. بالزبط. لكن انت ودليل انك انت لما جه في السوبر مع نهضه بركان والرجاء. ايوه. لما الحق ان البطل الدوري ابطال افريقيا المباراه هو اللي عالم العاب عمل ايه فوزي الاخضر؟ والاخوه في المغرب عمل قال لك لا مش هنلعب في القاهره واتنقلت المباراه في قطر. خلاص. وبعدين قال لك ايه؟ اصل في اتفاق مالي موقعه الاتحاد الافريقي مع الاتحاد القطري باستضافه ايه؟ الحدثين. لكن حضرتك انت ناسي حاجه انه هذا الاتفاق كان في البطولتين اللي لعب فيهم مين؟ الرجاء مع الترجي دي سنه وفاز بها الرجاء 2-1 والزمالك مع الترجي وفاز بها نادي الزمالك 3-1. الاثنين التانيين دول ما كانوش في الاتفاق. حلو. ده اتنقلوا كده بالامر احنا مش عاوزين نلعب هنا. فبقت حلوه ما حدش اتكلم. ما هو بقى بص ده اتحاد الكوره اتحرك يا اسطى. اللي انا عايز اقوله ايه؟ الطلبات اللي طالبها النادي الاهلي من خلال مؤتمر الكابتن الخطيب النهارده ان انت اعمل نظام. بالزبط. للبطوله. بالزبط. نظام لكل بطولاتك عشان صالح كل الانديه الافريقيه. أيوة. مش عشان يعني الاهلي بس. لا يعني طيب. ما تفاجئنيش كل ما يطلع في دماغك فكره تنفذها على طول. لا زي ما هم بيعملوا زي الاتحاد المصري. احنا زمان كنا بنحسد الاتحاد الافريقي في الوقت اللي كان فيه عيسى حياته. صح. على انه منظم. ايوه. النهارده ايه بدايه المسابقات ونهايتها كانت يعني كانت كل حاجه مظبوطه. ومعلم من البدايه كان الاعتراض الوحيد على الحكام. بالظبط. احيانا. طيب خليني سريعا ونرجع نستكمل نروح بس الاول لزميلنا العزيز كريم احمد لقاء مع الاستاذ محمود شوقي الناقد الرياضي عقب انتهاء المؤتمر. يلا بينا. من جد تحيه من جديد لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم مقر النادي الاهلي بالجزيره وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي. يسعدنا يكون معانا الناقد الرياضي طبعا الاستاذ محمود شوقي اللي هنتكلم معاه طبعا على المؤتمر وحديث الكابتن محمود الخطيب والحقائق الكثيره جدا اللي كان كل جمهور النادي الاهلي والراي العام منتظر ان هو يسمعها من القيمه الكبيره والاسطوره الكابتن محمود الخطيب. استاذ محمود طبعا برحب بيك في البدايه. الحقيقه النهارده يمكن يوم قوي جدا في تاريخ النادي الاهلي لان الكل كان عايز يسمع النهارده من الكابتن محمود الخطيب بيشوف كل الاطراف الامور كانت ازاي لان الصعوبات كانت كبيره جدا. تلقيت الامر ازاي؟ الكواليس شفتها ازاي؟ وفي حقائق يا محمود على ما اعتقد بنسمعها لاول مره النهارده. انا في اعتقادي ان هو مؤتمر كاشف. ربما يكون واحد من اهم المؤتمرات اللي اتعملت في السنوات الاخيره. الكابتن محمود الخطيب كعادته له كاريزما خاصه ده على جانب، لكن الجانب الاخر النهارده استعراض لكل التفاصيل كل الخطابات كل المستندات وحديث بالاسماء وبالاشخاص وبالمؤسسات. حديث بشكل واضح جدا عن الاتحاد الافريقي، بشكل واضح عن اتحاد الكره المصري وتقصيره الهائل والواضح والمكشوف في ملف ازمه نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي باعتباره رائد القاره الافريقيه تاكيد الكابتن محمود الخطيب على انه ضروره ان الاتحاد الافريقي يتحمل مسؤولياته في تطوير المسابقات الافريقيه، إعداد لوائح خاصة بشكل واضح جدا لكل بطولة قبل ما تبدأ أسوة بأوروبا، التأكيد إن أفريقيا مختلفة عن أوروبا في حاجات أخرى فما ينفعش إن إحنا نعمل مقارنات. إحنا نمشي في أوروبا في التطوير لكن ما نمشيش في بعض الحاجات اللي تضر بالقارة الأفريقية. تأكيد الكابتن محمود الخطيب على بعض المحادثات الهاتفية بينه وبين بعض المسؤولين بشكل واضح السيد هاني بوريدة والسيد جمال علام وآخرين، دي تأكيد مهم جدا وتفاصيل مهمة. في اعتقاد ان هو مؤتمر ناجح يؤكد ان الاهلي لم يقصر في ملف ازمة افريقيا. يا كريم خلينا نتكلم لان النادي الاهلي ومجلس ادارته تلقى كثير من الطعنات،
كثير من الانتقادات، ولو كانت الانتقادات في محلها الجميع بيتقبلها وينتقد، وده شيء مسموح للجميع. لكن ما قاله كابتن محمود الخطيب النهارده يؤكد ان مجلس اداره النادي الاهلي لم يقصر في ملف الدفاع عن حق الاهلي، لم يقصر في مخاطبه كل المسؤولين، مخاطبه كل الهيئات الحكوميه وغيرها، وبالتالي تعظيم سلام لكل من يحاول الدفاع عن ناديه. ولازم زي ما كابتن الخطيب قال ان احنا نكون النهارده بدال الاصلاح. هو الراجل دايما يؤكد في كلامه زي ما انت سمعت انه مش جاي يلوم على حد او ينتقد حد، وان النادي الاهلي لم يعتاد على الشتائم او الصوت العالي، وده نقطه مهمه جدا، ولكن النهارده هي بدال الاصلاح، بدال ان احنا نقول ان الكره الافريقيه بتمر بازمه، والكره المصريه كذلك بتمر بازمه. اتحاد الكره وعلاقته بالانديه علاقه غير طيبه، لابد من ان نحط نقطه ومن اول السطر. بس قبل ما نحط نقطه اول السطر لازم نحاسب المسؤول. كابتن محمود الخطيب اختتم مؤتمره بالتاكيد انه تواصلوا مع السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي حول ترقب نتائج اللجنه العليا الاستشاريه اللي شكلها الوزير للتحقيق في كل ملابسات ازمه نهائي افريقيا. اتمنى انه اللجنه يعني تكون عامله تحقيق جاد، يطلع بتقرير دقيق، وبعد التقرير الدقيق يطلع قرار بالمحاسبه المسؤول، لان لابد ان يكون مسؤول يعني في ظل هذه الازمه وتلك التفاصيل المهمه اللي كشف عنها رئيس النادي الاهلي، لابد ان يكون هناك مسؤول. اعتقد ان احنا امام مؤتمر مهم في توقيت مهم، ودعوه للاصلاح زي ما الكابتن قال انه الفساد او الخلل اللي موجود في المنظومه لابد ان يتوقف. شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه طبعا للناقد الرياضي الاستاذ محمود شوقي. الحقيقه النهارده زي ما بناكد ونقول يوم مميز جدا، لان الحقائق كشفت للجميع، وده كان امر مهم. بعض الناس تحملت على النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن النهارده كانت الحقائق واضحه وكافيه وشافيه للجميع. فيا رب ان شاء الله باذن الله يكون في اصلاح الفتره القادمه. النادي الاهلي بيطلب بحقه، النادي الاهلي ما بيطلبش غير حقه فقط لغير. فيا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي في كل الالعاب وتحديدا في كره القدم، وخاصة في البطولة الأفريقية. النسخة الجديدة بقى إن شاء الله يكون ليها شكل كبير وشكل تاني. يا رب إن شاء الله يكون قادم أفضل للنادي الأهلي. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا من كريم. خلينا نروح لمريم سميح ولقاء مع الأستاذ عصام شلتوت أيضا عقب انتهاء هذا المؤتمر. بعديه فاصل ونرجع بقى نستفيض في الحديث عن وقائع هذا المؤتمر. يلا بينا. برحب بيك يا أمير مرة تانية، وبرحب بضيوفك الكرام أكيد، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا مستمرة عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الأهلي والخاص بأزمة طبعا أكيد نهائي دوري أبطال أفريقيا. بيسعدنا يكون معانا دلوقتي الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، منورنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية أكيد طبعا أستاذ عصام، حضرتك موجود يعني منذ البداية، شفت استعراض لعدد كبير جدا من القضايا المسكوت عنها، وكمان كشف الفساد وكشف عدد كبير جدا من الحاجات اللي ما كانتش يمكن ظاهره للجمهور وللوسائل الاعلاميه. رايك ايه النهارده في هذا الكشف لكل هذه الخبايا؟ خليني بس الاول بجد يعني، ويا شهاده لا يمكن ان تكون مجروحه، اقول ان قناه الاهلي تتحرك دايما بما يساوي حجمها وحجم النادي الاهلي، تغطيه الحقيقه رائعه. يكفي ان المواطن الاهلاوي فخور انه على مدار الساعه وانا بتابع مع جمهور ومع حتى اصحابنا ازاي القناه مغطيه كل حاجه، يعني برافو عليكم بجد كالعاده يعني. لكن لو رحنا للي حصل، هو اداء يليق بالنادي الاهلي، هو اداء يطلب وفقط المحاسبة، لا يلقي التهمات، لا يوزع التهمات، هو أداء راقي جدا، هو أداء يبحث عن القوى الناعمة المصرية ومن الذي يحاول التقليل منها، هو أداء في صورة بتحذير لائق أن الدولة تقدم. وحسنا فعل كابتن حمود الخطيب نيابة عن المجلس الأحمر أنه قال أن الدولة حين طلب منها، السيد الوزير شكل لجنة، نأمل أن تكون حاضرة في الميعاد، وده يحصل للمحاسبة. ما حدث هو إدانة يعني يخشى الكل ألا تليق بمصر الحقيقة، على الأقل مصر الكروية، إخفاء خطاب، كلام بممحكات. يكفي أن السيد جمال علام خرج مرة ويبدو أنه لا يتذكر أن للهواء ذاكرة عشان يقول نحن لم نطلب ولا
لن نطلب يعني دوري الابطال، فاذا ارادوا فليعطوه لمصر. ازاي يعني هناك اصلا حق اصيل مش في انك تطلب بس، انك تقول ان مصر تستطيع التنظيم. الاساس يا جماعه وعبر قناه الاهلي ان الاتحادات تطلب التنظيم بغض النظر عن وجود ممثل لبلدها، لانه دي الكباره، دي الشطاره، ده البيزنس، دي صناعه كره القدم اذا كانوا يفهمون. عشان كده الاهلي حدد، قال انا لم اكن ابحث عن حقي وفقط، لكني ابحث عن الدور المصري الغائب. ايضا وعبر قناه الاهلي انا بقول لمعالي الوزير، يا معالي الوزير عليك ان تسال العربي المصري هاني ابو ريده اين الكوته طبقا للوائح الكاف من العاملين المصريين، ومن الذي اطاح بهم جميعا عكس اللائحه. اللائحه بها بنود واضحه لكوته من العاملين المصريين. للمره الثالثه، من الذي غيب هذه الكوته؟ بلد المقر لها كوتا من العاملين للمرة الأخيرة. لكن حسنا فعل الأهلي أنه طالب بالمحاسبة ولا شيء غير المحاسبة، حتى لا تتكرر مثل هكذا مآسي لا تليق بمصر الكروية. أستاذ عصام، النهاردة كابتن محمود الخطيب بيتكلم أنه الأهلي قليل جدا لما يتكلم، يعني ما بيحبش الرغي، والشديد القوي هو اللي بيحركه. شفنا النهاردة عدد من الطلبات بعد الشديد القوي اللي هو كان المؤتمر الصحفي، هل من الممكن أن تتحرك الجهات المعنية اللي كان كابتن محمود ليه طلبات ليها طبعا أكيد، علشان نشوف بعد كده أو ما تتكررش المأساة دي مرة تانية أو الأزمة دي مرة تانية؟ الجهة الوحيدة اللي بنأمل ونعشم فيها هي الدولة المصرية عبر وزارة الشباب والرياضة بتعليمات طبعا من دولة رئيس الوزراء، وبالتالي هذه الجهة التي طلب منها النادي الأهلي، والتي ينتظر منها أن تكون لديها مواقف بحجم الحكومة المصرية والدولة المصرية. أما دون ذلك فيعني أطلب يعني العفو والسماح من الجمهور العظيم في كل مصر، فليس لدينا اتحاد كرة بالمعنى المفهوم. مش هنهرج ومش هنضحك على الناس، عيب أن يكون هذا هو اتحاد يمثل بلد بحجم مصر. الأمل قائم طالما أن الدولة المصرية أخذت موقف شكره مجلس الإدارة عبر الكابتن محمود الخطيب. مهم. شكرا، أنا اللي بشكر. شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، أكيد اتكلم فيه عدد من القضايا الهامة اللي هو شاهدها أكيد بنفسه خلال عقد المؤتمر الصحفي. أكيد لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا على هامش هذا المؤتمر أو عقب انتهاء هذا المؤتمر، لسه مكملين معاكم، والعودة لكم مرة أخرى. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الحقيقه عقب الانتهاء المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بازمه النهائي النسخه الاخيره من البطوله الافريقيه والحديث المطول والاستفاضه الكبيره جدا لكابتن محمود الخطيب، يسعدنا يكون معانا طبعا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علي عزت اللي هنستطلع رايه ونشوف الامور شافها ازاي، شاف احاديث الكابتن محمود الخطيب وبشكل عام شاف هذا الامر النسخه الاخيره. استاذ علي طبعا برحب بيك في البدايه، والنهارده يمكن يوم قوي جدا لفريق للنادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب. استفاضه كانت كبيره جدا في امور كان لازم جمهور النادي الاهلي يسمعها من القيمه الكبيره بحجم الكابتن محمود الخطيب. كيف قريت النهارده المؤتمر؟ الاحاديث شفتها ازاي؟ والازمه كمان شفتها ازاي؟ بالتاكيد طبعا انا شايف ان المؤتمر ده كان كاشف فاضح لكل حاجه. فعلا المؤتمر ده يمكن كان يهم جمهور النادي الاهلي اكتر ما يهم اي طرف اخر. انا مش هخفى عليك سر ان في بعض من جماهير النادي الاهلي اتهمت اداره النادي الاهلي بالتقصير في بعض الاوقات. البعض طلب اداره النادي الاهلي بالانسحاب، يعني اثناء الازمه كان البعض اتهم اداره النادي بالتقصير. النادي الاهلي التزم الصمت وقتها، ما كانش ينفع وقتها الكلام، ما كانش في عز اشتعال الازمه ما كانش ينفع اداره النادي الاهلي تخرج وتتكلم او تدين اطراف، لان وقتها كان ممكن في اطراف تدان مظلومه. يعني كلنا على يعني انا كناقد رياضي اتهمت لحد افريقيا بالمؤامره على النادي الاهلي، لكن بعد قليل من الوقت اكتشفنا ان المؤامره كانت على النادي الاهلي من الداخل. يعني مش هقول مؤامره، كان في تخاذل وتقصير وتهاون شديد جدا جدا من اتحاد الكره المصري في حق مصر قبل ما يكون في حق النادي الاهلي. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، اداره النادي الاهلي كانت مطالبه بتبرئه ذمتها كامله، وان هي ما قصرتش في حقوقها وحقوق جماهيرها وحقوق فريق الكره، وان هي كانت الفتره اللي فاتت كلها كانت
على خط الأزمة، على خط النار زي ما بيقولوا، بتدافع عن حقوق النادي، بتدافع عن حقوق جماهير النادي الأهلي. فكان طبيعي جدا ان احنا نشوف الاعلام الايام اللي فاتت قدر ان يوصل بعض يكشف بعض الحقائق المهمه، لكن كان مطلوب كشف كل الحقائق مره واحده، لان انا كاعلام لما بخاطب جمهور مش هقدر اوصل لكل الجماهير مره واحده، ممكن اوصل لفئه من الجمهور مش هقدر. لكن النهارده طبعا الكابتن محمود الخطيب النهارده وصل لملايين جماهير النادي الاهلي، وصل لملايين جماهير الكره المصريه، وصل كمان لجماهير الكره الافريقيه، فده كان شيء مهم جدا، وضح كل الحقائق والملابسات. النهارده كابتن محمود الخطيب حط الكره اولا بعد ما برأ ذمه اداره النادي الاهلي وبرأ ذمه المنظومه في النادي، دلوقتي حط الكره في ملعب وزير الشباب والرياضه. يمكن كمان النهارده كمان كابتن محمود الخطيب قال ان وزير الشباب والرياضه كان ليه موقف قوي وعنيف وايجابي مع النادي الاهلي، ده ما كانش معروف للكل، كان البعض بيتهم من وزاره الشباب والرياضه وممثله في الدكتور اشرف صبحي كان ليها دور سلبي في الازمه، لا اكتشفنا ان كان ليها دور ايجابي جدا. دي الكواليس كان مطلوب الراي العام يعرفها، دي المصارحه الكاشفه لكل الناس، فكان طبيعي جدا الناس كلها تشوف الحقيقه كلها بدون رتوش، الحقيقه كلها صوت وصوره بالمستندات. فانا بشكر الكابتن محمود الخطيب اولا لانه المؤتمر ده هيعيد توحيد جمهور النادي الاهلي تاني. انا واثق ان في جماهير من النادي الاهلي كتير جدا النهارده هتعتذر بينها وبين نفسها على اتهام اداره النادي الاهلي في وقت من الاوقات بالتقصير، هتعرف مين المخطب حق النادي الاهلي. فانا اعتقد المؤتمر ده، انا كنت عارف الكواليس المؤتمر هيكون ازاي، لكن بصراحه المؤتمر كان اقوى بكتير مما توقعت. عفوا انت تعتبر كابتن ربنا يخليك، تسلم. اكيد طبعا نقدنا الرياضي الكبير الاستاذ علاء عايز اتلا، دي هل تصريحات رؤيه يمكن كانت مهمه جدا ان احنا نستطلع الراي من نقادنا الرياضيين بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بالكابتن محمود الخطيب. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه من مقر النادي الاهلي بالجزيره عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بازمه نهائي النسخه الاخيره من البطوله الافريقيه. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، لقاءات كلها مميزه سواء من كريم او من توفيق او مريم عقب انتهاء هذا المؤتمر الهام للكابتن محمود الخطيب. طيب في دلوقتي يا استاذ محمود يا استاذ جمال، اتحاد الكره ارسل بيان للصحفيين بيرد فيه على بعض النقاط اللي اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب. اهم نقطه من وجهه نظري قال لك ايه، الاهلي والزمالك لم يطلبا ايضا استضافه نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا خلال نسخه قبل الماضيه، لكن تصادف عدم صعود فريق مغربي المباراه النهائيه، يعني ان الانديه المصريه تعرف نظام البطوله ليس من البطوله الاخيره ولكن من البطوله التي قبلها. اداره الاهلي تسلمت لائحه بطوله دوري ابطال افريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت ان المباراه النهائيه ستقام من مباراه واحده على ملعب محايد على ان يطلب استضافه النادي الراغب في ذلك. وده يا جماعه غير لائحي، يعني مش موجود في لائحه البطوله، ماشي، وهو ما لم يحدث من اي من الانديه المصريه المشاركه في البطوله عكس بيراميدز الذي تسلم لائحه الكونفدراليه ورغب في الاستضافه في النهائي وخاطب في خطاب اتحاد الكره الذي قام بدوره بمخاطبه كاف لاستضافه البطوله فيما يتصل بالخطاب المرسل لوزاره الشباب والرياضه. بص بقى النقطه دي بقى، وفيما يتصل بالخطاب المرسل لوزاره الشباب والرياضه فذلك يكون على مستوى البطولات التي تستضيفها مصر ولم يكن نهائي افريقيا من بينها بسبب ايه بقى؟ عدم طلب الاهلي او الزمالك استضافه المباراه. طيب يعني الكابتن محمود الخطيب عرض لك البند او اللي موجود في اللائحه في المؤتمر وحضرتك برده ما استوعبتش، يعني برده مش عايز تفهم النقطه. النقطه معلش بقى استاذ محمود، ولو مثلا لازم ان الاهلي والزمالك يطلبوا مثلا، يعني حضرتك برضو بتبعت الجواب للوزاره منقوص ليه؟ يعني انت مالك؟ ايوه ابعت الجواب زي ما هو وخلاص، انت مالك؟ حاجه غريبه جدا. لا ده في نقطه في منتهى الخطوره. اتفضل. بيقول لك اصل الاهلي والزمالك ما بعتوش جواب يستضيفوا. طب وايه حضرتك؟ كاس الامم الافريقيه السيدات مين المسؤول عنها عشان تبعت لك جواب؟ بعت لك جواب قال لك النبي نظمه عندك. كاس الامم الافريقيه للكره الشاطئيه مين بعت لك جواب؟ كاس الامم الافريقيه لكره الاتصالات مين اللي بعت الجواب؟ ايوه. كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه مين اللي طلبك انك تنظمها؟ نهائي كاس الامم الكونفدراليه يا اخي عيب عليك يا اخي، ويقول لك اللائحه، لائحه ايه يا اخي ما يصحش كده. ايوه دي شوشره، وعاوز ان انا ابان ان انا في المشهد وان انا مش هستسلم بكلامك وان انا يعني كل مكابرة. انت عامله دي مكابره وعاوز اقول لك كابتن محمود الخطيب خلاص من العمليه لم يعد في قوس الصبر يا من منزع. خلاص ما عادش يستحمل يا كابتن. وعلى جمهور الاهلي يعي جيدا لما يحاك ويدبر للنادي، وانه ده كله الامر ده امر مش سهل، امر في غايه الخطوره. النهارده كمان يعني انت مش عاوز تعترف باخطائك، جاي كمان عاوز تقول كلام مش موجود وتقول لي بيراميدز عارف من اللائحه، واللائحه بتقول انه دي بطولات بتنظمها الاتحادات وانه دي بطوله ما فيش في اللائحه قال يا ساره، بس فيش في اللائحه قال. يعني اسالك، يعني النادي الاهلي هو اللي يخاطب الاتحاد الافريقي ولا بيخاطبك انت؟ بيخاطبك انت.
يعني انت المفروض تبعت له اسال اتحاد الفولي، اسال اتحاد اليد، اسال اتحاد الباسكت، يا استاذ محمود الاهلي ما يعرفش اصلا بيبعتوا للانديه ياخدوا رايهم، عندك استعداد تنظم ولا لا؟ بالظبط، هو الاهلي اصلا ما يعرفش بالخطاب يا جماعه، يعني الاهلي ما جالوش الخطاب بتاع اللائحه فيها الكلام ده، هو اللائحه فيها الكلام حاجه صغيره بعيد عن ده. النهارده مين اللي بينظم الدوري العام؟ اتحاد او رابطه الانديه دلوقتي. يعني مثل. اي حاجه لا علاقه بالمسابقه مين اللي بيبعتها للانديه؟ بما فيها الاهلي اللي هو اكثر الانديه فوزا بالبطوله، النادي الاهلي هو اللي بيختار ولا بيتبعت له تعليمات خاصه بالبطوله؟ افرض في حاجه خاصه بقيد اللاعبين مثلا، ثلاث لعيبه اجانب، خمسه، مش لازم تخاطب الانديه المشاركه؟ يعني انا اقصد ده كلام هم مش لاقيين حاجه يقولوها، مش لاقيين حاجه والله، يعني ده فشل واصرار عليه، فشل على الفشل. لا واصرار على الفشل، هي دي مشكله. وبعين لعلمك انت ممكن تغلط وتطلع تعتذر، تعتذر مفيش مشكله خالص، مفيش حاجه، انما تطلع تغلط وتطلا تكابر لا بقى، ده انت عايز علاج. انا مش عاوز علاج مكثف، لا لا لا، هو عايز هو استمر، لا هو استمر لانه البعض للاسف من يجلس على السوشيال ميديا وخلف يعني الشاشات، ايوه عايز، مش عاجبه طريقه اداء النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي بطبيعته يا جماعه مش هيغير سيستمه لو قعد 2000 حتى قيام الساعه، مش هيغير، مش هيرجع الى ثقافه الضجيج والصوت العالي، مش ده الاهلي. مظبوط، طيب الاهلي مش هيمنع الحته دي. دي نقطه هتخليني اسالك على سؤال مهم جدا يا استاذ محمود، لان في البعض للاسف للاسف بيقعد يحاول يصور الاهلي في موقف ضعف، ان الاهلي بيقول المبررات دي وبيقول كل اللي حصل ده، اصل الاهلي ضعيف، ويحاول بقى يقعد يعمل فيها الواد الفتك الجامد قوي، اصل الاهلي ضعيف مش عارف ياخد حقه، وكان لازم ياخد حقه من قبل، وعامل فيها ياخده بدراعه، يعني ما اعرفش بقى بالشتايم اللي احنا مثلا ممكن نكون بنسمعها او بالتجاوزات او بالصوت العالي، لا عمر ما الاهلي هيبقى كده، مش هيكون كده اصلا، لا يمكن، ومش هيروح في الحته دي. ويا جماعه عاوز اقول لك في حاجه يا جماعه، هل الانسان محترم ومؤدب ويطالب بحقوقه بطرق قانونيه، اذا لم يكن احترم القانون، اذا لم يحترم القانون ويكون هو صاحب الصوت العالي في هذا الوطن، فقول على الدنيا السلام. النادي الاهلي سلك من خلال رئيسه ومجلس ادارته بالطرق الشرعيه، عندما حرك رئيس النادي نائب رئيسه الى اتحاد الكوره، عدل شارع الناحيه الثانيه، ومدير التنفيذي، ومدير التنفيذي عند المدير التنفيذي بتاع الكوري، ما رضيش يديله ورقه. اذا حدث هذا مع النادي الاهلي، ماذا تنتظر ان يحدث مع الاخرين؟ أيوه. يعني للاسف للاسف الشديد وضع مأساوي وسيء جدا جدا من الاتحاد المصري لكره القدم، ومش عايزين ننسى برضو دور الاتحاد الافريقي في تهيئه كل الاجواء للوداد في هذه المباراه بنفوز الاتحاد المغربي. اتفضل اتفضل قبل ما نختم. النادي الاهلي مش ناقص بطولات، صح ماشي، ومع ذلك عارف نقطة الخلاف اللي موجودة بين الأهلي والموسيماني في جزئية البطولات، الراجل بيقول إيه؟ يا عم ده أنتوا طالبين مني كل يوم بطولة، النادي الأهلي بيقول له إيه؟ هو الأهلي كده، جمهوره كده، متعود على أي بطولة يخشها، فهي الفكرة كلها إيه؟ النادي الأهلي ما عندوش المبرر ولا يعني الحجة إن هو مثلا يبرر الخسارة. ليه خسر البطولة؟ ليه خسر البطولة؟ باينة قدام الجميع وليست كارثة وليست نهاية العالم. لا لا لا، يعني هي أسباب كتير، في الأول في الآخر برضو الأهلي طبعا في الملعب خسر من الوداد، الوداد قدر إن هو يعمل مباراة كبيرة، لكن الوداد اتهيأ له كل العوامل اللي تساعده واللي رجحت كفته في الفوز في هذه المباراة، حتى لو عوامل وتفاصيل صغيرة جدا جدا، وهي دي كرة القدم لمن يحبون أن يعرفون. يعني استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. الله يخليكم، واتمنى ان شاء الله يعني دايما النادي الاهلي وكل الناس اللي شايفه المشهد في كلمتين قالهم الكابتن محمود خضر، هناك من يسعده بالزبط. انك تخسر، ولكن ان شاء الله لن يخسر الاهلي باذن الله، وسيكون حاضر على منصات التكوين. بشكرك استاذ محمود استاذ جمال، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن امير، وبشكر وجودي معاك ومع الاستاذ محمود. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت تغطيتنا الخاصه لوقائع المؤتمر الصحفي، الهام جدا للكابتن محمود الخطيب، تفاصيل كتير وكواليس اكتر قالها الكابتن محمود من خلال هذا المؤتمر، واعتقد كل الامور اصبحت واضحه لكل الراي العام ولكل المتابعين والمهتمين بالرياضه المصريه بشكل عام. والمذنب تم كشفه بالوقائع وبالادله وبالمستندات وبكل شيء، ننتظر العقاب والتحقيقات ونتائجها بإذن الله خلال أيام قليلة جدا مقبلة من وزارة الشباب والرياضة. استنونا في تغطيات أخرى جديدة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. إلى اللقاء.